حلو، تحياتنا للجميع. بدأ البث على اليوتيوب، حياكم الله كل من عم يتابعنا على جوجل ميت، واللي عم يتابعونا أيضا الأخوة والأخوات على اليوتيوب. بداية خلينا نبدأ مع كل الشركاء، تمام؟ دردشة 10 دقائق إن شاء الله تعالى، المايكات متاحة، يلي بحب يفتح المايك أيضا يدردش معنا 10 دقائق حتى إن شاء الله يزيد العدد، ونبدأ إن شاء الله سهرتنا التدريبية، وكثير أشياء حنذكرها بهذه السلام الساعة. عليكم. عليكم السلام والإكرام، وبدي ازيك أطلب من استاذ نادر؟ حضراتكم أمر، حياكم الله، أطلب من حضراتكم أمر جميعا، اللي بيتمكن يفتح الكاميرا من فضلكم، بإمكانكم تختاروا خلفيات جميلة مثل الخلفية اللي أنا استاذ حاطها. نادر، سؤال، شلون عم تحط الخلفيه اللي وراك؟ صار لي ساعه ابحث في الجهاز، اريدك بس ما عم تزبط معي. هو عندك بالصورة تبعك بالخيارات بتلاقيها، بالصورة تبعك بتلاقي في خيارات، تمام؟ ها ايوه، تو انتبهت. أيوه. طيب حياكم، يلا شركائنا خلينا نبدا من عندكم دردشه 10 دقائق ان شاء الله. اول شيء جاهز المشروبات الدكسينيه، قهوه او عصير؟ حلو، ابو حسين عوافي، اهلا بك يا استاذ، الله يسعدك. طيب بتمنى من اللي حاسس يفتح كاميرا يفتح كاميرا. طيب شلونك استاذ منصور، شلونك استاذ ابو حسين، شلونك استاذ محمود، كل الاساتذه اللي موجودين معنا، عموري الزين، كيفك، شو يا اخباركم؟ راسي يا استاذ نادر، يا حي الله، حياكم الله بياكم. طيب ان شاء الله تعالى رح ابدا. طبعا التدخين بالميتنج ممنوع. تمام، ممنوع لو سمحتوا، نحن ندعو للصحه لانه يا شركاء النجاح. طيب مين بده يبدأ من عنده يخبرنا عن آخر النشاطات؟ والله السلام أنا عليكم ورحمة حابب الله أبدأ تعالى. إن شاء الله. إذا ما في حدا، عليكم السلام، تفضل. أهلين أستاذ منصور، والله حياكم الله. الله يسعد الله يا مساكم أستاذ جميعا. نادر، أنا عندي هلا عم ظبط أموري مشان يوم يلا الأحد خلي خلص هلا. باللقاء إن شاء الله تعالى. السلام عليكم يا تمام أستاذ، إن شاء مساء الله، الخير. إن شاء الله. عليكم السلام والإكرام. طب خلينا نبدأ من عند عموري، بما أنه بدي أحكي، تفضل يا غالي. بس بدي أسأل سؤال، يلا تفضل، خلي أجهز خلص. أجهز دفتر وقلم ولا ما في داعي؟ جاهز جاهز، اليوم سهرتنا تدريبية بامتياز بإذن الله. حلو هالحكي، تمام، توكلوا على الله، الله تمام، يقويكم. الله يبارك فيك، الله يخليك. طيب تفضل عموري الغالي. بارك الله فيك استاذ نادر. والله الله حابب يسعدك. اوقف عند نقطة، آخر محاضرة حضرناها بالفرع لما قلت لنا حاولوا تجيبوا رتب لأنه في مكافآت 23 الشهر. صدق أنا كنت نايم يعني على رتبتي، ومن ايه هذاك اليوم لحد الآن ظل عندي ها القليل، ظل عندي نعم هاليومين ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. هلا شو الرتبه القادمه؟ وكيد نجم، ما هي ايه حلو. وخايف يعني ان شاء الله، خاف ما اصلها، يظل عندي يعني القليل. يعني حققت اليوم فوق ال 1300 مبيعات نقط مبيعات، ما هي بس هذا الاسبوع. ما شاء الله مبيعات. ايه مبيعات بين الفريق وانا، وعم يدخلوا بعرض الباغات، حلو، ما شاء الله حلو. وحابب اوضح لك يعني انطيك الفكره. يقول لك انه من كلامك هذاك لحد الان الحمد لله انطلقنا. الله يفتح عليك، ما شاء الله حولك، مميز والله. أنا ليش دقت عليك مبيعات؟ لأنه في شيء مهم بدك تعرفه أنت وكل الأخوة، حتى اللي بيتابعونا فيها بعد. بدي أرحب باللي انضموا معنا الأخوة على اليوتيوب، وعليكم السلام، كل مئة وسلم علينا. شو المهم اللي نوه له؟ أنه في بعض الأشخاص حكت أنه حققت مثلا مشتريات كبيرة بس مشان تطلع رتبة، أنا هذا ما بشجع له أبدا. فإذا كانت مبيعات بالعكس بشجعك، لأنه أنت حتعمل ربحين اثنين، ربح النقاط وربح فارق النسبة بين الزبون وسعر العضوية، هذا ممتاز جدا. أما أي شخص يا جماعة، دي إكس إن لا حدا يخسر فيها، هذا يعني الشيء بالشيء يذكر، لا حدا يخسر فيها، أنتم جايين تربحوا حقيقة، ولا حتى يعني المفروض أنه نحن أي حدا منا راعي فريق يبحث عن مكاسب له ولو على حساب شريكه أنه يشتري. لا يا شباب، نبهوا فرقكم، بيع، حقق أرباح، استقطب، اعمل نقاط من فريقك، اعمل نقاط من نفسك، مبيعات، تمام، أو استهلاك بقى يعني على القدر المعقول، تمام، ما يكون لا سمح الله في خسائر. أنا بدي أحكي أمر مهم جدا، اسمنه انذكر هذا الأمر، أنه في شخص بفريقي يا جماعة الخير، هذا الحكي من شيء تقريبا قريب السنة ونص، تمام، راح والله اشترى بأكثر من 50 ألف ليرة تركي منتجات، تمام، اشتراهم شرك،
مشان يطلع ياقوتي، كان صفيان له وللاسف يعني ما عم يشتغل صح وما اعلمني ولا استشارني، وانا اساسا بمحاضراتي ولقاءاتي كل مين بتابعني بيعرف انه انا شو بنصح، تمام؟ انتم جايين تربحوا، ما حدا جاي يخسر. فكتير زعلت وقت دريت انه هو شاري ب50,000 منتجات عشان يطلع، طب شو استفدت من الرتبه؟ وفعلا يعني وصل يعني لرتبه ياقوتي، وما له معروف كثير الشخص بالفريق، هذا الحكي من سنه ونص. وصل لرتبه ياقوتي، وللامانه الشهر اللي كان بعد تحقيق الياقوتيه بهذا المبلغ يمكن نزل له ارباح، بظن شيء قال لي يعني قريب ال $200 اللي هن ارباحه من فريقه الحقيقي اللي عم يشتغل، تمام؟ اما كل شيء هو يعني عمله ما عليه الشهر اللي بعده ارباح. ليش؟ لان الارباح تاتي من خلال تجديد المبيعات، تجديد الاستهلاك، اذا اجى حدا اشترى وحقق رتبه شو الفائده؟ تمام؟ يعني على فكره انا دخلت للشركه كان في شخص ببدايه دخولي اول شهر، كان في شخص هيك تواصل معي وعم يقول لي انه هو كمان شغال بالدي اكس ان، شافني عم بنشر على الفيسبوك، قام شو نصحني نصيحه؟ قال لي بنصحك تروح تشتري 4500 نقطه واطلع رتبه عشان ترفع نسبتك وبعدين بتبلش تستقطب. قام طلعت هيك لك والله مو منطقيه، يعني ليش لحتى اشتري 4500 نقطه وحط هذا المبلغ كله؟ قد يجيني ارباح يعني حد الحساب وكذا. قام ما عملت هذا الشيء حقيقه، مع اني فكرت بكلامه وحسبته وقمت وحطيت، لقيت لا موضوع خاسر 100%. ليش؟ شو السبب؟ فعليا انا وقت وصلت وكيل نجم كان عندي استهلاك من نفسي فقط قريب ال 400 نقطه، 350 قريب ال 400 نقطه، لانه ثلاث شهور ونصف وصلت. ففعليا منين كانت النقاط؟ كلها من الفريق، كلها من الفريق حقيقه، استهلاك ومبيعات، تمام؟ يعني هذا هيك شيء بالشيء يذكر. حبيت كمان نوه لحضراتكم، انصحوا فرقكم، انصحوا انفسكم، انتم جايين تربحوا مو تخسروا، ما حدا يخسر ويروح يشتري كميات او كذا. فالله يجزيك الخير انك حققت مبيعات، وانا كثير فرحان لك بارباح المبيعات وارباحك ان شاء الله تعالى من النقاط، وايضا نشوفك نجم وكيل بالاحتفاليه ونكرمك باذن الله. يعني حتى على عضويتي ما جبت لي مبيعات لشخص كان بده يستخدم المنتجات فوق ال 100 نقطه طلعوا كمان. نعم ما شاء الله، حلو رائع. طبعا هذا تفضل قائدنا العظيم فهد العابد جديد بالمبيعات. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام. يعني صار في تحدي جديد من الأستاذ عمر أنه يحقق فوق الألف نقطة مبيعات مثلي يعني. أنت عم تشوقنا تقولنا كل شهر عم أبيع فوق الألف نقطة. قلت لك تعال علمني ما فعلت. قلت لحالي ليش أنا بتعلم للناس؟ بتعب على نفسي أنا بصير أتعلم وأساعد الناس. معلم هذا الشيء أنت بدك تنمي مهاراتك، هي أولا بالبيع. ثانيا بده يكون عندك اسلوب بإلقاء المنتج على اصحاب اللي بدك تبيعهم المنتج. ثلاثي بتنمي مهاراتك وبتزود معلوماتك اكثر لحتى توصل المنتج بطريقه احترافيه. بلا مقطوع حديثك اكثر مبيعاتي على الحالات انا. تمام. اللي بتبيعه المنتج عرض عليه الفكره بعدين. شوف شلون التفكير هيك عم انا. شفت شلون التفكير كله استثمار باستثمار. خلي عقليتك عقلية الصياد هون، ساعتها أنت بترمي الطعم وبعد منها بتصيد. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب يلا يا كمان بدنا مداخلات من القاضي أيضا الأستاذ أبو حسين، الأساتذة جميعا موجودين معنا، شلون النتائج عندكم؟ شو في أفكار جديدة؟ حبيبي يا أستاذ نادر الله يعطيك العافية أنت وكل القادة الموجودين معنا. ولكن بس في مداخله صغيره اخي احمد محمد نور حبيبي، الله يسعدكم يا رب انت والاخ عمر. طبعا انا اخوي احنا كلياتنا باذن الله تعالى، ولكن في بعض هيك الكلمات بحب ابتعد عنها شوي، موضوع الصيد والصياد والامور هاي لا نحن مو عملنا هيك نهائيا، انتبهوا على هذا الموضوع. تمام. ممكن يكون هلا معنا اعضاء جدد يقول لك نحن عم يصطادون هذول الشباب مثلا، لا نحن عم نساعد ان شاء الله تعالى هدول العالم عم يبيعوا منتجات عم تحققوا ارباح ممتازه جدا، ولكن بنفس الوقت الشخص اللي عم يشتري المنتجات منكم هو عم يستفاد صحيا باذن الله تعالى، صح؟ وبعدين راح تساعدوه مشان يستفاد ماديا. فهي دعوه يعني راح تصير دعوه بعدين. تمام أنا... استاذ علي تعقيبا على كلامك، نحن ما بنحب انه نعطيه $50 او يربح له $100، لا نحن بنعلمه كيف يصيد $50 ويحطها بجيبته. ممتاز تعقيبا لكلامك. برافو ممتاز، هذا الكلام نحن اللي عم ندور عليه باذن الله تعالى. الله يعطيكم الف عافيه. دائما نحن بنسعى للخير للاخرين وبنحب نحقق لهم ارباح وبنعلمهم هذا الشيء باذن الله. خلص نحن متى ما برمجنا عقلنا على هذا الموضوع فبصير الشخص اللي بيسجل معنا او بيشتري من عندنا منتجات
بالنهايه فاد حاله. بنفس الوقت نحن ما زعلنا اذا هذا الشخص ما سجل معنا، ليش؟ لانه نحن مبرمجين عقولنا ان نحن بدنا نساعد هذا الشخص، فهو خلاص رفض المساعده تبعنا يصطفي، فبتلاقي حالك ما زعلت انت، ما تاسفت. هذا الكلام موجه للاعضاء الجدد اللي معنا كمان كذلك الامر. يعني انا كنت فاتح لقاء مع اعضاء فريقي هلا من شوي، هذا الكلام نفسه اللي كنا عم نحكيه اياه، انه اخي انت برمج عقليتك انك انت داخل بهذا العمل تساعد الناس، فالشخص اللي ما بتسجل او ما بياخذ منتجات منك لا تزعل منه، خلاص هذا الشخص اخي رب العالمين ما كتب له هي الاسمه، صح؟ ان شاء الله تعالى في اشخاص ثانيه هن بحاجه هذا العمل، بحاجه هي المنتجات ان شاء الله تعالى، فنحن بنتجه لهم باذن الله، ما بنتوقف عند حدا نهائيا، ولا بنحبط من حدا ولا بنزعل من حدا ان شاء الله. اكيد يعني. الله يجزيك الخير استاذ علي، يعني انا بحييك على همتك هي العالي ما شاء الله عنك. الله يسلمك. دائما نحن عندنا ابداعات بالالقاء، ودائما نحن بنتعلم من الكبار بالعمر، اكبر منك بيوم اعلى منك دوم، هيك المثل بيقول لك يعني. ف دائما نحن بنتعلم من بعضنا، وهذا التعلم اللي عم نتعلمه وبنكسب خبرات فيه دائما رح نفيد فيه انفسنا. وهذا التعليق اللي علقت عليه هو تعليق نماء، يعني اللي بنمي عنا مهارتنا وبنمي كثير شغلات نحن ما كنا متفتحين عليها. الله يجزيك الخير استاذ علي. وإياكم وإياكم. هلا نحن كلياتنا عم نتعلم من بعض بالنهايه، يعني انا في عندي اشخاص بفريقي والشباب ما شاء الله، هي الاستاذ احمد يمكن حاط اسمه الاستاذ احمد، يمكن بفريق الاستاذ اسماعيل ما شاء الله، يعني نحن نتعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيبي بيجي شخص بالعكس، نحن الجيل الجديد هذا اللي طالع هو اللي الخبير بالتكنولوجيا، فنحن نتعلم منه ونتعلم ان شاء الله تعالى، يعني بناخذ من بعض بالنهايه، نحن عائله واحده ان شاء الله تعالى. الله يعطيكم الف عافيه ووفقكم. استاذ نادر، بالنسبه للتدريبات طبعا انا هلا عملت جروبات للاشخاص الجدد اللي موجوده معي بالفريق، عملت لهم جروبات خاصه فيهم مجموعات، تمام، وانا مشرف عليها رح اكون وهن معي بالاشراف، وان شاء الله تعالى رح اعطيهم الرابط هن يستقطبوا عالم ويدخلوه على المجموعه وانا ساعدهم بالشرح على العمل تبعنا، تمام؟ رائع. هلا هذا الكلام اليوم، وهلا كنت عامل لقاء معهم عم بشرح لهم بالنسبه لهذا الموضوع، فانا رح اكون معهم، ممكن انا اورجيهم شلون طريقه القاء فكره العمل على المجموعه ان شاء الله تعالى، وهن بيتعلموا مني مشان هن بعدين ينطلقوا باذن الله ويشتغلوا على نفس المبدا هذا. حلو، رائع. يعني انت رح تعمل جروب وتدخلهم على هذا الجروب، تمام، وتعملهم مشرفين وتقفل الجروب، هن حيستقطبوا عليه، صح؟ كل شخص بشخصه استاذ نادر، يعني كل حدا بفريقي، انا هلا فريقي مثلا 15 شخص اللي هن جادين فعلا بالعمل معي مباشرين معي. حلو. اللي هن فعلا كفؤ لهذا الشيء، فكل شخص منهم عملت له جروب خاص فيه لحاله. رائع، فكره حلوه، وكمان يعني هي مشاركه قويه والله، بتمنى الشباب يطبقوها. حلو شاور. حلو والله بإذن يعني الله. يمكن شو اسمه كانت الشراره من فكره الندوه اللي عم بعملها. والله انا شفتها بس وين شفتها ما بعرف، فتحت على اليوتيوب طلعت يمكن عامل انت مقابل او عامل ندوه او محاضره، بس انت ما انتبهت على التاريخ، ولكن هي اللي بحكت لي هذا الشيء، لانه انا فعلا بحاجه هذا الشيء كنت، فسبحان الله. يعني احنا دائما نستقبل منكم الافكار استاذ نادر. الله يبارك فيك يا سيدي. وشو اسمه قدر المستطاع بنحاول، يعني انا هذا الكلام بحكي كذلك الامر لكل اعضاء فريقي، انه انا ممكن اعرض الفكره تبعي انتم طوروا عليها، ممكن تنقصوا منها شوي تزودوا عليها شوي، هاي هون بيقولوا اللمسه السحريه، فانتم لازم يكون في لكم لمسات سحريه خاصه فيكم. طبعا هلا شوف انت سبحان الله، نظريه النجاح بتقول لك انه يعني شوف الاخرين شو عاملين، اذا بتشوفوا او بتلاحظوا المقوله شو بتقول، ابدا من حيث انتهى الناجحون، يعني شوف الاخرين شو عملوا، ابدا انت بالتطوير، طور، ضيف من عندك، يعني اللي بيكون فعلا 100% كوبي بيست ما بينجح، يعني بيكون نسخ لصق ما بينجح، يعني حتى انا مع فكره انه نساخ الفكره مثل ما هي اوكي، بس يعني لو انك تضيف بصمتك، لو انك تضيف شيء جديد يعني تعدل عليها، هذا الجميل بالاعمال الحره. سبحان الله سبحان الله. صحيح. طيب يا سادة نادر، مسموح؟ تفضل. مسموح مداخلات ولا ما ضل؟ لا لا مسموح، ابشر، يلا تفضل، عم نسمعكم والله، مبسوط بحديثكم. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ نادر وجميع شركاء النجاح. عليكم السلام والإكرام، حياكم الله. طبعا في ناس جدد ما بيعرفوني، أنا اسمي أحمد حاج مصطفى، من الشهر الماضي 10/4 طلعت رتبة وكيل نجم، اللهم ربي لك الحمد. ما شاء الله. والمفاجآت، تذكر مفاجآت الأستاذ إسماعيل وقت كانت انطلاقاته، بإذن الله راح تكون مثله وأقوى،
باشرنا نصعد ترندات لحتى هذا الخير ينتشر لكل الناس، مو لأغلبية الناس، لكل الناس إن شاء الله. واليوم وصلني المميز هذا درع الوكيل نجم من الأساس معي. رائع ما شاء الله، حلو. مو بس أنا، وفي شركاء النجاح طبعا ثلاث دروعة هني وصلونا اليوم، للأستاذ أبو النور والأستاذ حسن طباخ، طبعا ثلاث دروعة وصلوني اليوم الحمد لله رب العالمين. مو هذا الهدف، طموحي أخذ درع السفير بإذن الله. دائما أنت علمتنا نعود حالنا على المفاجآت، نفاجئ باقي شركائنا. فالحمد لله رب العالمين قريب جدا على الياقوتية، والماسية حط الهدف الأول، لكن الياقوتية قريب عليها وإن شاء الله عم يشتغل على الماسية. توسع فريقي الحمد لله، وصل لعشرين دولة بهذا الشهر، نسجل تقريبا عايف مفاجأة ولا قبلة بيأثر؟ لا قول نحن 18 الشهر نسجل أكثر من 122 شخص على السيستم، ما شاء الله عنك والله رقم طيب. عم تتابعون صح للجادين منهم، يعني متابع معهم صح؟ الحمد لله رب العالمين. في من الموجودين معنا هوني بس الطموح أكبر من هيك. أنا كنت حاطط رقم ببالي وإن شاء الله راح أوصله هذا الشهر، والنتائج إن شاء الله آخر الشهر بتبين ما شاء الله. واحد ما يحكي كتير يخلي النجاح هو يحكي عن نفسه، فإن شاء الله رب أموت شوقا على الملتقى اللي راح يصير. أنا شفت أموت شوقا، شفت تعليقك أنت باعت بالتقديم الطلب كاتب هيك شفته. أنا مقيم بعنتاب الحمد لله رب العالمين، ما نقسمين أحضر وما عندي كملك أجي، فالحمد لله على كل حال. إن شاء الله الماسية بإذن الله هنيك التكريم. بإذن الله. لحنا والله يعني عاملين حساب حتى يعني اللي موجودين بعيد، يعني لو أنه أقلها إن شاء الله تعالى، يعني ما ننساكم لبعاد اللي ما حسنوا يجوا، أسماءكم إن شاء الله حتنذكر، ولح يكون في إن شاء الله تعالى تكريم لحضراتكم بإذن الله. وأنا بعرف أنه كل جاد يعني للأمانة بدون أي مجاملة، يعني بتمنى يكون موجود بأي فعالية لدي إكسين، كان لقاء أو إن كان مؤتمر أو إن كان تدريب. أنا متأكد يعني خاصة اللي صفياني رسالته دي إكسين، تمام؟ أما اللي عنده دي إكسين مو نمبر 1 نمبر 2 أو 3 أو يعني أكثر من هيك، أكيد ما حيكون متشوق. وأنا متأكد لأنه أنا بالنسبة لي كل فعالية بشوفها لدي إكسين بأي مكان بتشوق أكون بيناتهم والله. فيعني محق باللي قلته، إن شاء الله تعالى نراك سفيرا وتحقق حلمك، وكلياتنا إن شاء الله سفراء، لأنه حلمنا جميعا ترى السفارة إن شاء الله تعالى بإذن الله بكل معانيها بكل حرياتها بإذن ربنا. أبو عمر الحبيب ما سمعنا صوته، محمد اللافي حبيبنا شلونك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والإكرام. تحيات أستاذنا، تحيات أيها القادة، تحيات أيها المميزين. ما شاء الله مستمتع أنا والله مستمع. يا أهلا وسهلا. في تعليق بس عفوا يا. على المقاطعة لحظة بعد إذنك أستاذ أبو عمر، في تعليق على اليوتيوب عم يقول طالعنا من الجوجل ميت. لا أكيد في غلط، لأنه معنا أكثر من مشرف، ممكن نضغط يعني إخراج أو شيء أو عدم موافقة. بالله ترجع تفوت أخي رائد الأعمال عم يقول محمد علي الغاني، تمام؟ أبشر، رجع أدخل يا غالي. رجاءً المشرفين اللي موجودين معنا هيك فضلاً وتكرماً أنه تنتبهوا تكتبوا تكبسوا سماح مو رفض، انتبهوا، تمام؟ ممكن لأنه الكبستين قراب من بعض، تمام يا سادة يا كرام. أما أنت موجود معنا أهلا وسهلا فيك. تفضل أستاذ أبو عمر يا غالي، تفضل. حيا الله أستاذنا، كيف حالك؟ طمنا عنك، شو أخبارك؟ أمورك؟ حياكم الله. شو آخر الجديد عندك؟ والله أستاذنا أنا مستمتع والله، عم يعني بسمع كلام ما شاء الله الغادة، يعني مستمتع والله بالحديث ما شاء الله. وبالأخرى ما كنت يعني الجو فاضيل، يعني كانوا الأولاد هون، يعني حتى رتبت وضعي. يا اهلا وسهلا، كمل ابو عمر. لقاءات انا على واضح الصوت استاذنا؟ واضح كمل يا غالي، انا عم بقرا التعليقات على اليوتيوب. ما شاء الله استاذ، يعني بدي اشكرك على الندوات يعني اللي عم تسويها، ندوات تعريفيه عن جد رائعه، يعني مشكور عليها ان شاء الله. وهي راح ان شاء الله تساهم بناء الفرق ان شاء الله، وان شاء الله راح يكون يعني عند الغالي يعني يتعلم منها
فريق صحة ومال، واتمنى ان شاء الله انها ما تكون فقط من الاستاذ نادر، يعني انه كل واحد بيحاول انه يكون عنده بصمة الخاصة بيه يعني، ويتعلم بيطور. لا بأس انك تقتبس اول شيء يعني، ولكن اقتبس النصوص وخلي الشيء يعني تلفت في الخلال، تستعير يعني المثال يعني، تاخذها كاملة مثل ما هي، نسخ لصق يعني. ان شاء الله درب على حالك، درب حالك شوي شوي يعني، راح اول شيء تتلبك، راح انه يحمر وجهك، راح يعني تتلبك اول شيء، ولكن استمر شوي شوي يعني، ما حدا اجى من بطن امه متعلم كل شيء. واحنا بهذا الصناعه يعني، احنا هون صناعه قاده. اليوم الاستاذ نادر يعني، اليوم الاستاذ نادر مو من اول لقاء انه طلع وما شاء الله يعني، وقام يعني من طلاقه لسان وغيره، ولكن بالاسلوب والتعلم اجى كل شيء يعني. اليوم احنا حرام انه لنا سنه سنه ونص، مثال الشخص اللي سنه سنه ونص سنتين يعني، وهو لساته على مكانه، بياخذ بصمات صوتيه للقاده، بياخذ مقاطع فيديو للقاده ويبعثه للناس يعني. اليوم الناس لما بدها تدخل للعمل هذا، اول شيء يعني هي ما بتعرف الشركه، الناس لما دخلت على هذا العمل هي وثقت فيك انت، لازم تكون انت قائد حتى تخرج قاده. اذا انت بتجيب بصمات صوتيه ومقاطع فيديو لغير قاعدة وتجي تبعثها للناس يعني، الناس بدها تروح تبحث على صاحب المقطع الفيديو يعني. انا عم بيقول هذا يعني، هذا الشخص عم يستعيرهم يعني، معناته هذا الشخص انا مبتدئ، ليش انا حتى انضم معه؟ خلي بصماتك في حالك، صور ما عليش شوي شوي، تعلم طريقة التصوير، تعلم كيف يعني بتصور فيديو، كيف تتكلم يعني. أنا من البداية يعني أحيانا أفتح المقطع الفيديو يعني، بتذكر أول مقطع فيديو يعني إعلان كنت بدي أصوره، المقطع 20 ثانية، يمكن عشت أكثر من 30 مرة لحتى زبط معي، وما زبط يعني، ولكن نشرته على جوته. ولكن شوي شوي يعني تكسر الحاجز هذا يعني. ومن الطرق يعني اللي احب اوجهها للاخوان يعني اللي مارسها، ان ثقف قدام المرايه انت وتكلم، او افتح الفيديو، مثال انك بدك تصور مقطع فيديو يعني حتى تكسر حاجز الخوف، افتح فيديو ومتكلم على نيه انه هذا المقطع انك بدك تحفظه في تليفونه، اذا مش لحاله انشره، ما مش لحاله خليه في تليفونه يعني. هاي من الحواجز اذا اردت ان تكسر حاجز الخجل يعني. والحمد لله يعني احنا بنتعلم منكم استاذنا، الله يحفظك يا رب ويبارك فيك. ربي يحفظك ابو عمر الحبيب، تحياتي. طيب يا شباب، في لسه في حدا بده يعمل مداخله ولا ابدا ان شاء الله التدريب؟ السلام عليكم. بس السؤال استاذ نادر. عليكم السلام، تفضل. لسه عم نعاني من قلات المنتجات. من ايش؟ القلاء تبع المنتجات يعني، قالية حتى الآن العضو بيجي يقول لك المنتج غالي. طيب نعملكم التدريب اليوم بالمنتج غالي؟ والله يا ريت. رح نمر عليه إن شاء الله، أنا كنت ناوي أعمل التدريب بالأهداف. السلام عليكم أستاذ نادر. بس ممكن كيف بتغير خلفية الشاشة إذا ممكن؟ أستاذ نادر الحبيب، تسمح لي بس مداخلة بسيطة؟ تفضل سيدي. الله يجزي فضلك يا رب. ابو حسين بس ذكاتك، بس كيف تغير خلفيه الشاشه يعني؟ كيف؟ مثل ما كيف بتحط خلفيه للشاشه يعني مشان المظهر وراك؟ انا حاطط خلفيه بالخيارات. يعني كيف بتحطها؟ ابو عمر بالخيارات تبع الصوره تبعك، اضغط على الخيارات 3 نقط فوق بعض بالصوره تبعك. ايه هاي الي ابو عمران ولا ابو عمر؟ ها في الف ونون ناقصين، تمام. حلو. إيه ابو عمر عندك على الصوره كلها، تقول بده يحط خلفيه بيضغط على الاعدادات بصورته هو. تمام يلا حنبدا. اذا ما في اعدادات في 3 نجوم موجوده بصورتك، جاب من رايي مثل ما قال الاخ عمر مثلا، انه الاعضاء الجدد الاكثر المعاناه اللي عم يعانوها هي رد الاعتراضات تقريبا، خلينا نعتبر بشكل عام. ممكن احدى الاعتراضات هي غلاء المنتجات، وممكن عده امور، تعرف انت امور الاعتراضات بتواجه اي عضو جديد عم يطرح فكره العمل تبعنا. فاذا انت حاط ببالك تحكي بهذا الموضوع، او انت حاط ببالك اي موضوع ثاني، ما بنخيني ايضا. طيب ثواني، معناتها خلينا ناخذ من كل الافكار. هلا رد الاعتراضات الى كذا يعني جانب، هلا منها غلاء سعر المنتج، صح؟ صحيح. طيب ايضا
شوفي عندكم على شو الاعتراض غير المنتج؟ والله كلكم شاركوني عدة جوانب. ممكن انا اقول لك استاذ نادر الارباح قليله، ممكن على اشخاص لك الارباح قليله، كم يعطونا افكار؟ ممكن نحكي انه عدم استقطاب مثلا، عدم القدره على الاستقطاب، عدم شعر الصوت عم يتكلم عندك. تمام، شو الفكره؟ لا الاخ نزار فتح المايك. ايوه تمام، سكر اخي نزار. ايه شو الفكره هلا الصوت تمام. عدم قدره الاعضاء على الاستقطاب مثلا، فيك تحط هيك عنوان نحكي فيها شوي. هذا مو اعتراض، هي مشكله. تمام، هي مشكله بدها حل. طبعا بدي اعتراض، هو ينطرد عليك الشخص يقول لك المنتج غالي انا ما بدي اشتغل، او الارباح قليله والله ما حكمل. بس اما مثلا الاستقطاب صعب، هذه مشكله بدها حل. هي في حلول لها. لا طبعا لازم نحكي فيها يعني، لا عشان الاعضاء. ماشي، خليني انا اقول ماشي يعني عدم اقتناع الاخر. الوكالات برضو في بعض الدول ممكن من ضمن الاعتراضات. تمام، عدم توفر وكالات. شوفي افكار مشان نبلش ان شاء الله تعالى امر عليهم كلهم. هاي الشغله تبعكم بدها معارف كثير، وانا ما عندي معارف كثير. هذا اعتراض قوي والله. فعلا يعني هذا من الميدان جايينا. صلى الله على سيدنا محمد، عدم وجود معارف. طيب اعطونا اعتراضات كمان. هاي الشغله بدها ظهور على السوشيال ميديا، ظهور على المنصات التواصل الاجتماعي. بس يا استاذ نادر، في بعض المشاركات بس ممكن يعني بعض الاعضاء اللي يستخدم المنتج من ناحيه الصحه، فما ينفعش يعني في نفس اللحظه اعرض عليه كبزنس، فهو يعني في نفس اللحظه ممكن ينفر منك، فدي برضه ممكن تعمل اعتراضات عند بعض الاشخاص، ولكن الناس دي اساسا الهدف منها بيزنس، فلا يجب ان انا اصنف الناس، ولما اشتغل من ناحيه الصحه لا يجوز انا اعرض الموضوع من ناحيه البيزنس، عشان انا ما الاقيش صعوبات بعد ما المنتج الشخص يستهلك المنتج ويعجب بيه وينشره بالخير، هو اللي يطلب انه يشتغل فيه. في هذه اللحظه تكون انت كده خلاص، هو ترسخت عنده قوه المنتجات وحبه للمنتجات، خلاص هو يشتغل بيزنس يشتغل صحه، خلاص الموضوع خلاص اصبر، صارت حلاوة المنتجات ماشية في دم الشخص خلاص. نعم يا سيدي، عدم خلط البيع بالبزنس. عرض الفكرة لما يكون الشخص المقابل ليك إذا كان هو بيعاني من الصحة، خلاص خليك معاه في الصحة لغاية لما تكرس عنده الفكرة. بزنس أنت طبعا لما تيجي تستقطب كمان في المواقع أو خلال الإعلانات الممولة، ممكن الناس توجه المشروع من ناحيه البيزنس الاماكن اللي فيها البيزنس، يعني مواقع التسويق، مواقع الفوركس، مواقع كذا، اتكلم معاهم من ناحيه البيزنس. طيب من ناحيه الصحه ادخل على المواقع اللي هي مثلا نقص فيتامين د، المواقع اللي فيها اعتناء بصحه الكبد، صحه الكوليسترول، اشتغل من ناحيه الصحه في الاماكن دي، لكن بتعرض الفكره عامه على الكل، في ناس بترحب وفي ناس بتنفر، لذلك لما تصنف تنجح اكثر. دي وجهه نظري يعني. نعم سيدي، اي والله الله يجزيك الخير، وتحيه كبيره لكم جميعا ان شاء الله ما تفرق. استاذ محمود الله يبارك فيك. نادر، من كثر الصعوبات اللي عم تعد علي هذاك اليوم، استقطبت اخت بارك الله بها، حتى يعني قالت لي عندكم بالشركه في دواء غسيل وغسالات نقدر نشتري. لا في ادوات، في ادوات للمطبخ بس ما لها موجوده عندنا بالشرق الاوسط، بظن بماليزيا في. بتدور مونة بيت هي. هلا شوف يعني هذا بناء الوعي، هذا مطلوب من كل يعني شخص انه عم يستقطب يبني الوعي عند الموضوع، انه شو اساسا المنتجات الموجوده، لازم يصير في عليها شرح صحيح. كمان طيب. خلينا نقول لك هاي الفقره، تعداد النشر لازم يكون في تعداد بالنشر، تيك توك، فيسبوك، انستا. قصدك انت تعدد المنصات السوشيال ميديا. ايه كمان يا نادر. استاذ نادر،
كمان في مشكلة عم تواجه الأعضاء اللي صار لها مثلاً 3-4 أشهر أو 5 أشهر. طبعاً هو الرؤية صارت واضحة قدامه، ولكن الضعف منه هو يجي يطرح الفكرة بشكل خاطئ، يجي يحط سماعة الفشل على الشخص المقابل وعلى الشخص القائد تبعه أو على الشركة أو على قلة الأرباح. فأحد الأشخاص يقول لك أنا بدي أسوق المنتج، بدي يعني وصل المنتج للعالم كله. فأنا شو حكيت له؟ قلت له بدل ما أنت بنفسك توصل لعشر أشخاص، جيب 10 يوصلوا لمية، والمية يوصلوا لألف. ففي ناس عم تواجه يعني هي مشكلة أساساً، تحديات ومشكلة يعني بدها حل. هي نعم هي الشركة الصاوة. يلا حنبلش مشان ما نتأخر، ما شاء الله 19 اللي بعد دردش على أساس ندردش معكم 10 دقائق. طيب هلا أنا رح أسكر المايك عند الجميع، من فضلكم تسكروا المايك عند حضراتكم، رح يعني آخذ هي الـ يعني ملاحظاتكم إن شاء الله بعين الاعتبار، نمرق على حلولة أساسا من خلال اللي مرقنا فيه إحنا من خلال خبراتنا يعني إن شاء الله. طيب أنا رح سكر المايكات، كمان المشرفين يعني حاولكم من فضلكم سكر المايكات. طيب وانتبهوا لشغلة، اللي يعني يستقبل طلبات دخول سماحة ما تكبسوا رفض، لأنه في مين عتب علينا بالظاهر في حدا غلط وكبس رفض. طيب حياكم الله جميعا، وإن شاء الله تعالى يكون هذا التدريب نافع للجميع. هلا هو التدريب رح يكون بظني يطلع تدريب أوسع منه عن رد الاعتراضات، لأنه بصراحة في بعض القادة عملوا عليه عدة أجزاء رد الاعتراضات، ولكن حنمرق نغطيهم بشكل عملي. تمام، أول شيء يا سادة يا سيدات نعرف أنه إحنا فعليا قاعدين نشتغل بتجارة أو ريادة أعمال أو يعني عمل حر أو يعني بزنس، شو بتكون سموه، خارج نطاق الوظيفة. تمام، هذا عمل حر. فكل الأعمال الحرة يا سادة يا كرام لابد أنه يكون فيها اعتراضات، لابد العميل لازم يعترض. على فكرة بالمناسبة أنتوا عملاء أيضا، الآن أنتوا بتشتغلوا بزنس مع دي اكس ان، ولكن أنتوا عملاء لكل المنتجات اللي خارج دي اكس ان، ليس كذلك؟ مالك عميل لصيانة سيارتك عميل، صح ولا لا؟ مالك عميل لحتى تبدل زيت سيارتك عميل، مالك عميل لحتى تصلح اسنانك عميل، مالك عميل لحتى تروح تبعت اواعيك على الغسيل مثلا او تكوي اواعيك او تشتري اواعي. فاذا انت اساسا عميل. خلينا شوي نكون منطقيين، وقتنا ننجح يا ساده يا سيدات بمساله يعني التعامل السليم مع العميل، يجب انه نفهم انفسنا كعميل. شو الاعتراضات اللي عندك انت وقت بتروح تشتري؟ شو الأشياء اللي بتسأل عنها؟ شو الأشياء اللي ممكن أنت إذا صاحب المتجر قال لك عليها ترفض تشتري المنتج؟ شو الأشياء اللي بتبحث عنها أنت؟ تمام؟ ابحثوا بداخلكم توجدوا الإجابات. تمام؟ نحن حنحكي إن شاء الله تعالى إجابات بإذن الله من خلال خبرتنا، ولكن هذا بس حطيت لكم إياها ملاحظة قاعدة كلياتكم إذا بتكتبوها فعلاً ابحثوا أنتوا كعملاء، راقب سلوكك شلون عم تتصرف. أنا واحد من الناس براقب سلوكي، انا الان قاعد ادرب بدي اكس ان والحمد لله رب العالمين عملنا انجازات، ولكن انا براقب سلوكي خارج دي اكس ان انا وعميل، شلون بتعامل مع المكاتب اللي بزورها او المحال التجاريه او على الاونلاين وقت بقرر اشتري اي شيء. فلما براقب نفسي بلاقي انه انا اولا واخيرا عميل. تمام، فاذا اللي يعني بدور بداخلي بدور بداخل باقي العملاء يلي رح يفوتوا معنا ليشتروا منتجنا او لحتى يعملوا بزنس معنا. رح ابدا شوي من الاخير عند التعليق اخي محمود على قصه عدم الخلط بين البزنس والبيع. هو منطقيا هيك صح لكل ليش، هو اساسا هذا شيء متعارف عليه بصناعه البيع المباشر، خاصه بالشركات اللي فعلا عندها منتج حقيقي يباع، ما بيكون مثلا رسم اشتراك، ما بيكون مثلا العضو فايت بس بده يدفع رسم اشتراك لحتى يشتري عضويه، لا بيكون في منتج حقيقي اذا قائم على مساله يعني مسألة البيع أو مسألة الاستهلاك. فالصح هون شو يصير، لأنه أنا ما بعتبره هذا هو مشكلة اعتراض، بل مشكلة ممكن بعدم التنسيق لدى العضو اللي عم يشتغل. في ناس خالطة المنتج مع البزنس. أنا بالنسبة لي من دخولي إلى دي اكس ان أخذت العمل بزنس 90% و10% بفترات معينة مبيعات، لكن شو بقلكون، إذا كنت أنت
قاعد تشتغل مبيعات لا تخلط المسألة البزنس، تمام؟ لأنه الشخص اللي مهتم بفعلا منتجك، يعني أنت مثلا ناشر إعلان أو ناشر مثل الأخ حسين بينشر عنده على الحالة مثلا ببيع، هذا الشخص اللي مهتم بالمنتج تبعك. فمن أحد الأخطاء اللي ارتكبتها وقت فت على دي إكس إن، كنت ناشر أحد المنتجات عندي على الحالة على فكرة بالأشهر الأولى، فراسلني شخص صديق لي، صديقي، فهذا الشخص عملته شوي باستثناء. قال لي المنتج شو وضعه وكذا، ايه والله لازمني هيك منتج امنه. قلت له يعني من خلال شرحي للمنتج، قلت له اذا بدك كمان سجلك عضويه بتاخده ارخص وانت كمان فيك تاسس فريق وكذا، خلطت له الامرين ببعض. انا ليش خلطتهم؟ انا بعرف انه لازم ما ينخلطوا، بس يعني بناء على فكره ببالي انه هذا صديق، يعني عرفت شلون، انه مقرب كثير، يعني ما خلص يعني مثل ما بيقولوا ما حيشكك بالمنتج، عرفتوا؟ لانه هو شو اللي بيصير اذا الاشخاص اللي قاعد يطلع انه عندك منتج بده يشتري منك منتج، لما تقول له بزنس بيقول لك معناته هذا المنتج كله تفالسه كرمال الارباح والبزنس، ما عاد يهتم بقى للمنتج تبعك، ممكن يترك كل الصفقه. انا مشان يعني اوضح الفكره، انه هذا صديق لي، فكرت انه خلص يعني هذا بيثق فيني لانه فعلا داخله بزنس وهو منتج حقيقي. فللامانه صدقوني تغيرت نبره صوته لما قلت له، قال لي طيب يلا بشوفه، كان بده يشتري، هو بطل يشتري. فلا لا يجب خلط بصراحه مساله المبيعات مع الاستقطاب. ولكن ايضا ذكر الاستاذ محمود نجله تحيه انه وقت بيصير عميل واستهلك المنتج وشاف الفائدة على المنتج، هون بصير للأمانة شريك مرشح قوي إنه يشتغل معك بقوة لأنه صار عنده تجربة، فأنت من خلال إقناعه بس إنه يعمل دعاية شفهية للشيء اللي هو أساساً استفاد منه، أليس كذلك؟ شيء استفاد من المنتج، حب المنتج، شرب القهوة قال لك والله طعمه مميز، أخذ الإسبرينو قال لك أنا والله شايف الحمد لله رب العالمين طاقتي أفضل إلى آخره، هي التفاصيل. فهو شو حيصير؟ دايركت هذا عم يعمل دعايه شفهيه، فانت تقول له شايف ما شاء الله حولك، انت مدحت لي المنتج، شو رايك انت هذا المنتج تعمل له دعايه شفهيه وهو ما له اساسا بالبقاليه ولا بالصيدليه، يعني انت الوكيل الحصري له، تمام؟ كلياتنا وكيل حصري، فانت الشركه عم تبيعك اياه مباشره من وكالتها لايدك، شو رايك تعمل له انت دعايه شفهيه وتشرح له الفكره؟ اذا كان حقيقه باحث عن الاعمال الحره رح يقتنع 1000%، واذا مو باحث بالاساس رح يقول لك لا خليني مستهلك. طيب هي مشان نخلص هي جزئية يا سادة، ما في خلط. وحتى يعني النصيحة اللي عم يشتغل بالمبيعات يخلي صفحاته اللي عم يشتغل عليها مبيعات فقط مبيعات، مو مثلا من حين لآخر ينشر على نفس الصفحة مثلا فرص العمل أو كذا، لا، لأنه بشكل عام العملاء اللي بتشوف المنتج تبعك إذا ناشر سبيرولينا ترجع شوي للخلف بتشوف المنتجات الثانية، لما يشوف في خلط بالأمور، هي شركة بتعطي فلوس وفيها مثلا تسويق وكذا، والله عم تورجي العالم تقبيض الأرباح وكذا، بصير في عدم ثقة. فصفحة منتجات، وأيضا صفحة البزنس بزنس، صفحة البزنس ممكن ينزل عليها المنتجات، ما عندكم مشكلة، بس يعني بينزل أساسا إثبات للشركة اللي عندها منتج حقيقي. بدي أقول لكم شيء مهم، كل قاعدة إلى استثناء، تمام؟ اللي بيستطيع يجمع بين الاثنين بطريقة إبداعية يجمع، انتبهوا أنا أعني ما أقول، اللي بيستطيع، لأنه ما في شيء بالحياة ما له يعني، أو خليني أقول ما في فكرة بالحياة ما لها طريقة أخرى لتنفيذها، اوكي؟ بس احنا عم نحكي قاعدة العامة، تمام؟ عشان نفتح على يعني نفتح الاذهان على مساله التفكير خارج الصندوق، تمام يا جماعه؟ طيب خليني ارجع هلا على رد الاعتراضات من البدايه. المنتج غالي، احنا سبق وحكيناها يا ساده يا كرام، المنتج غالي هو اعتراض يعترض عليه الزبون حتى ولو كان المنتج رخيص، خذوها قاعده، تمام؟ المنتج غالي حتى ولو كان المنتج رخيص، فهو دائما السلوك يعني الشائع انه الزبون دائما يبحث عن الارخص ولو عم تبيعه الارخص، تمام؟ هذا اول قاعده. ثاني قاعده يا ساده يا كرام، اوكي، لما بيقول الزبون غالي اذا هو يحتاج منك تقدم له مبرر، لا يحتاج منك انك انت بمعنى شو، مو تبرير بمعنى ما تقول له لا مو غالي، مبرر ليش غالي. اللي احنا كلياتنا هيك، ما قلنا لكم راقبوا انفسكم كمستهلكين كعملاء، انا هيك ممكن مثلا شيء معين اقول عنه بس ليش غالي، شو السبب، غالي بدي مبرر، تمام؟ فهون شو بصير، هون انت بتقدم القيمه. فلما للبائعين اللي عم يقدموا الشامبو، اللي عم يقدموا المكمل الغذائي، اللي عم يقدموا القهوه، اكيد حيقول لك غالي، كلمه غالي، ولكن رح اقول لك صحيح غالي ولكن يحتوي على كذا وكذا وكذا،
هذا صحي يوجد به الفطر الريشي، هذا حيغير من صحتك، حيرفع أداء وكفاءة جهازك المناعي. القهوة لذيذة وطبيعية، غير مضاف لها الكيميائيات، بتقدم القيمة. هذا هو أفضل رد اعتراض على مسألة كلمة، أو خليني أقول اعتراض غالي، تقدم القيمة. فإذا لم تقدم القيمة هون تمام، وبتقدمها بطريقة مقنعة، إذا كان فعلا هو مهتم بالقيمة اللي أنت قدمتها حيشتريها، وإذا مو مهتم رح يضل يقول لك غالي. تمام، هذا يعني أبسط شيء بحسن بقدم لكم إياه بالنسبة للاعتراض على غلاء المنتج، لأنه يوجد به قيمة. وهذا كلياتنا بيصير معنا بالمتاجر، وقت منشوف شيء غالي بيقدمونا القيمة إذا نحن مهتمين، والموضوع ضمن إمكانياتنا وضمن رغباتنا. والله صدقوني لح ننفق كل أموالنا، وبل نستديم من الأشخاص اللي على أطرافنا، صديقي اللي على يميني وأخي اللي على شمالي، حقول له أعطيني منك. بالله مين نواجهه هذا الموقف؟ بيكون هو بالسوق عامل حسابه يشتري مثلا طقم تمام، يلبسه بهدف، او خليني اقول بسقف معين ما يطلع خارجه، بس لكن بيفوت لمحل بيلاقي قيمه فيه بداخل الطقم اللي حيشتريه عاليه جدا واغلى من الثمن اللي حاطه بباله، فبيروح عم يحاكي رفقاته، معك 500 ثاني، معك 200 بعطيك اياها. صارت معنا كلنا، اليس كذلك؟ لانه هو شاف القيمه. صاحب المحل قال له هذا الطقم ماشته مصنوعه من كذا، بتكوي بتلبسه ما بينهرى، معه ضمان كذا، اعطاه عده مزايا، قرر يشتري لانه ضمن رغباته. تمام، طيب هي نقطه. نقطه اخرى يا ساده يا كرام، بتمنى انه اللي عم يضيفوا معنا اللي قاعدين على الاشراف ينتبهوا لمساله الطلبات. تمام، بعد اذنكم انتبهوا بس لمساله الاشراف، الطلبات سوري، اذا في حدا طالب لسه. طيب، فهي مسألة مش عم نطول فيها، قدموا القيمة المهتم حيشتري. هلأ نقطة كمان تانية انذكرت، الأرباح قليلة كمان أيضا. لا، يجب أنه ينتبه العضو الجديد اللي بادئ، ليش الأرباح قليلة بالبداية؟ لأنه في شيء اسمه النسبة. تمام، طبعا بدي اكس ان نسبة تبدأ ب 6%، هي شرحة بسيط لازم كل عضو يعرف يقدمها بالشكل الصحيح، أنه فعليا عم تبدأ النسبة 6%، وايضا عم تتطور لتوصل ل 71% بصير مراحل متقدمه، ولكن في اشياء قويه بامكانكم تحكوها، وهو هذا الواقع، هذا اللي بيخلينا اساسا نقبل بالبدايه بارباح قليله. انه فكره الارباح ما هي فكره فقط الارباح اللي بتاتي منك انت، يعني هلا شخص مثلا ايام بيقول لك انا والله استهلكت 100 نقطه طلع لي فقط 2 دولار. إيه، مو هو هذا البزنس. تمام، هذا مو البزنس، انت اخذت هلا كادو من الشركه، اخذت يعني هديه، تمام، اللي بدك اياه سميه. اما البزنس الحقيقي وقت انت بتوسع نشر الفكره وبتشرحها كثير، او يعني بتعرضها كثير على المعارف، الاقاربين، الاصدقاء على السوشيال ميديا، وبصير في فريق يستهلك، هون بتصير ارباح كبيره. فيعني رد بسيط، هذا هو. يا ترى هل اذا كان عم يجيك ارباح من استهلاكك او مبيعاتك انت مثلا 5 دولار، مثلا بيجيك من 1000 شخص بفريقك انت استقطبتهم كل حدا منهم 5 دولار، الخمسه ب 1000 قد الشباب 5000، صح ولا لا؟ منطقيا في ناس الان بفرقه مستهلكين اكتف، مشان نكون واقعي 200000، صح ولا لا؟ يلي فريقه وصل تعداده مليونين وقطع المليونين، ومنهم سفراء معروفين لحضراتكم، خلي الاكتف منهم 10%، منطقيا يعني مشان نكون منطقيين، الاكتف اللي بيعيد الشراء كل شهر خلي 10%، اذا 200000 مستهلك، صح ولا لا؟ طيب 200000 مستهلك، اذا شو؟ اذا بنحسبها على ارباح دولار واحد فيهم 200000 دولار، على نص دولار فيهم 100000 دولار، على 25 سنت فيهم شو؟ 50000 دولار. فاذا هي تاتي من الارباح، تاتي من الشبكه الكبيره، قد ما على قدر جهدك على قدر ارباحك حقيقه. بالبدايه نعم الارباح صغيره. طيب هلا في عنا كمان ايضا من الاعتراضات انه عدم اقتناع الاخرين. هون في نقطه مهمه، الاشخاص اللي بينضموا معكم جدد لازم يشتغلوا على انفسهم وانتم تتابعون. تمام، يعني في لازم يكون دوره تدريبيه بالبدايه، صح ولا لا؟ لازم يكون في دوره تدريبيه بالبدايه، لازم تتابع هذا الشخص اللي انضم معك، تساعده، تعطيه المعلومات اللي لازمته، ويفهم هذا الامر، انه هو ما بصير الموضوع يكون عشوائي، تنطرح الفكره باي طريقه وباي صيغه وهو ما عنده معلومات. مهم جدا، وانا بمعظم يعني تدريباتي حكيت عن اسبوعين، تتذكروا اقل شيء اسبوعين مع الاستهلاك، اسبوعين تدريب مع، يعني اقل شيء اقلها. ترى اذا بتجي علي انا مالي بقول لك لا معلش، اذا الواحد بتدرب شهر تمام،
بس اسبوعين ايه اذا جاد يعني وكل يوم ينفق ساعات على انه يتدرب. شو على شو عم يتدرب؟ عم يتدرب على انه يفهم الشركه، يفهم خططها، يفهم شو هو البيع المباشر. في جديد على يعني العضو الجديد اكيد لازم يكون في عنده مهارات ومعلومات، وحتى ما حيكون مهاراته 100% حيكتسبها من خلال الممارسه، تمام. فلذلك يعني وقت باحدى المحاضرات سالوني انه طيب، مو سالوني يعني انه هيك كان في هي الشكوى انه والله ما بتقتنع يا اخي، تمام. طب قلت لهم بدي اسالكم سؤال، انا فريقي هلا الحمد لله رب العالمين في هلا قربوا لل 200 رتبه، تمام، اكثر من 30,000 مسوق. طيب انا منين جبتهم؟ مو من نفس الكوكب؟ يعني ما هل من كوكب ثاني؟ اذا من كوكب ثاني قالوا لي ساعات الحق معكم والله، تقول والله استاذ نادر اخي عم يستقطب من عطارد ونحن من الارض. يا اخي والله جماعه الارض ما خرجوا بصراحه، كنا والله قلنا فيها وما فيها. اول شيء انا عم بستقطب من نفس الكوكب تبعكم. طب رقم اثنين، هل يا ترى انا عم بستقطب يعني غير جنس البشر؟ من البشر والله، هن نفسهم ذاتهم بيمتلكوا نفس السلوكيات، ومنهم الجاد ومنهم اللي مو جاد، ومنهم الكسول ومنهم اللي بده يشتغل ومنهم ما بده، منهم بيقطع التقطيع فتره بيشتغل فتره بيشتغل. طب هي كلها موجوده اليس كذلك؟ قالوا لي نعم. قلنا لهم طب وين المشكله؟ عرفت شلون؟ وين المشكله؟ يعني اذا انا معي سياره حديثه وانت معك سياره حديثه والتنتين نفس موديل السنه والتنتين السيارتين هذول طلعوا من الوكاله سوا والتنتين شغالين صح وانا قاعد ورا الدركسيون انت قاعد ورا الدركسيون، انا مشيت عرفت امشي والسوق انت ما عرفت، وين المشكله بتكون؟ يعني بالمنطق عرفتوا المنطق بتكون المشكله بالقياده، صح ولا لا؟ المشكله بالقياده. فاذا شو بحاجه؟ شو بحاجه؟ مهارات. طب المهارات منين تكتسب يا جماعه؟ انا ما سمعت على فكره بحياتي عن مهارات الانسان ممكن يكتسبها بدون ممارسه، ما سمعت بصراحه. يعني ممكن هلا انا اوصف لك بال هيك يعني لك تخيل معي، هيك لك تخيل معي انك نجار، بتقول لي ايه تخيلت. طب تخيل معي انك انت هلا عم تمسك الخشب وتقصه وبعدين تفصله وتقيسه وبعد منها تركب فيه البراغي دون انه تعمل فيه مشكلات و و وقاعد عم بوصف لك شلون ساوي غرفه نوم، انت عم تتخيل ممتاز. طب يلا تفضل نفذ، تمام. حتجي على التنفيذ حتلاقي حالك مالك قادر لانه لا تمتلك المهاره، لا تمتلك المهنيه، اليس كذلك؟ هذا بينطبق على كل شيء. فانا شايف انه الشخص اللي قاعد يتدرب فهم معلومات هو يحتاج ليمتلك مهاره حقيقيه بالاقناع، بطريقه الحوار مع العضو الجديد، بانه فعلا يقنع شخص يستمر معه، بانه يكون فعلا محفز، يكون فعلا كثير في خصال القائد الحقيقي. بده مهاره، منين المهاره بتجي؟ من الممارسه، تمام. انا متاكد انه معي الان بجلستنا هي كثير من الاشخاص وبعرفهم بالاسامي عم يمارسوا ممارسه عميقه ومهاراتهم واضحة من خلال حديثهم، من خلال أسلوبهم، من خلال أفكارهم. ممارسة بتجيب مهارة، تمام يا سادة. فإذا أول شيء تعلم، مارس. في ناس تتعلم بروح بمارس أسبوع بيقول لك والله ما مش الحال، لأنك ما استمريت. الممارسة ما بتجي بيوم وليلة، الاستمرار على الممارسة يأتي بنتائج كبيرة. هذا موضوع الإقناع الآخرين. إذا هو شو؟ تعلم، طبق، ومارس باستمرار، حتصير مقنع. مقنع لدرجة ما تتخيلوها. يعني فضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله، الله يديم علينا. نعم، ما في حدا ما بيقتنع معي بالدخول لدي اكس، انا حكيتها انا، بس في نقطه انا قلتها مشان اكون صادق، انه ضمان الاستمرار تبع هذا الشخص مو انا بحدده. لانه هلا انت فيك تقنع شخص بانه يدخل بمزايا الشركه، بطريقتك، بانك تقدم له المعلومه صح، تورجيه الفرصه من منظورك يقوم يتخيلها صح، اوكي 100% انا قادر اعمله بنسبه كثير كبيره 99% بينجح معي. بس انا غير قادر اني اركب لشخص همه، او غير قادر اني اركب لشخص عقليه سليمه، تمام. انا غير قادر اني انا افيق كل يوم شخص على صلاه الفجر، قل له قوم يا اخي صلي الفجر، ادعي ربك وبلش عمل. غير قادر، انا بنصحه بس هو اللي بده ياخذ قرار. فهذا اللي انا ما بكفله، انا بكفل انه خلال خبراتي ممارستي اني انا ادخل شخص معي حلو رائع، بس انا بكفل او سوري انا بكفل علمه، بكفل اني دربه، بكفل اني تابعه التقى فيه، اوكي، بس ما بكفل شو؟ التزامه. هو حر. فلذلك عليك انك تكون انت يلي عندك الالتزام، انت عندك التزام تجاه نفسك. اخي انا بستقطب، بتدرب، بتابع، فوت لقاءاتي، فوت اخي. انا ما بقعد ادور على الناس، انت لا تدور على الناس، انت اعمل كل شيء لازم ينعمل. هيك انا ماشي بهي العقليه، هي رابع انا بعمل كل شيء لازم ينعمل. استقطاب بدي استقطب، تابع 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 جروباتي، متابع لقاءاتي، ملتزم مع فريقي، اوكي. طب اللي بيلتزم معي اهلا وسهلا، اللي ما بيلتزم معي اهلا وسهلا، وقف مشانه لا، بزعل مشانه لا، ما بزعل مشان حدا. انتوا هيك كلياتكم تعاملوا بمهنيه تامه، تمام. شخص اخي دخلته ما لازم تفوته بمشاعرك ولا تفوته بي 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 بالطاقه تبعك السلبيه او الايجابيه، انه هذا هلا كان مستمر معي وخلاك تشعر بالفرح، بعدين ما وقف صار يخليك تشعر بالحزن، هذا ضعف، صح ولا لا؟
انت بتعمل كل شيء زين، مثل انت صاحب متجر تفتح متجرك كل يوم، هل بتروح بتجيب الزبائن من الطريق ليش ما اجوا؟ ما دخلك، بيمروا من جنب محلك، بيمروا على الرصيف بيمشوا، ما دخلك، دخلك بيمروا على الرصيف يفوت اهلا وسهلا، انا منظف محلي بعطي ظريفه وشي بشوش، عندي اسعار حلوه، مظبط اموري، منافس جيد، ما دخلني بالموارد. نفس الامر اعملوا كل شيء بنعمل، وانتم ما لكم علاقه بالباقي. الله سبحانه وتعالى اللي حيعطي كل صاحب عمل على حسب عمله، صح ولا لا؟ مجتهد حيعطيك، متابع حيعطيك، حتثمر الشجرة عندك، حتشوف مستهلكين، حتشوف آلاف بل عشرات ألف النقاط. السنة الماضية أخوكم العبد الفقير رحلتين دوليات أخذت، مو رحلة دي اكس ان، عملت لنا التارجت وصل هدفك ل يعني هدف كان 195 ألف نقطة طبعا وكلاء النجوم، وخذ رحلة، أنا أخذت رحلتين فضل الله سبحانه وتعالى، حطوني مع المميزين يعني تخيلوا الدي اكس ان كلها الشرق الأوسط كان مميزين، شفتوه أنتم تسعة اللي بالصورة اللي أخذين الرحلة مرتين، أنا واحد منهم، فضل الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله. فبعمل كل شيء ولازم نعمل، أنتم هيك تمام، ما تخلوا الآخرين تأثر عليكم. فاقتنع، ما هذا الاعتراض، هذا مقطع آخرين، اقتنع ما اقتنع، أنت مارس، أنت استمر، أنت تابع، ما دخلك، بيقتنع ما بيقتنع مو شغلك، بيستمر ما بيستمر مو شغلك، أنت شغلك أنت اللي لازم تعمله، صح ولا لا؟ طيب إن شاء الله أكون وضحت لكم يا هاي جزئية. هلأ كمان أيضا عدم توفر وكالات، أنه هذا ممكن يكون من الاعتراضات. هلأ هو يعني ما لي شايفه الاعتراض القوي، لأنه أولا وأخيرا يا سادة يا كرام هي شركة عالمية، نعم، ولكن ما في شيء بالحياة كامل، يعني لا تفكروا في شيء كامل 100% إلا ما تكون الشركة والله مثلا بعض البلدان ما استطاعت تفوت، أمر طبيعي، ولكن في حلول، يعني ما في وكالات ولكن في حلول، تمام. الحلول انه في منتجات متوفره، والحلول انه احنا اللي عم موجودين بدول ما في وكالات، حكينا يعني مرار وتكرار انه سجلوه على الامارات، عم يتم من هنيك التعاون بموضوع تحويل عمولاته لهم، يعني الى ان تفتح الوكاله. اساسا دائما الوكاله بهمه مين بتفتح؟ بهمه شعبه، صح ولا لا؟ شو تحتاج الدي اكس ان؟ دي اكس ان شركه شعبيه، تمام. معنى شو يعني شعبيه؟ يعني مين اللي بيرعى الدي اكس ان بالدول؟ شعبه ولا لا؟ العراق مين راعي الدي اكس ان فيها؟ العراقيين، صح ولا لا؟ بالكويت مين؟ الكويتيين. طب بتركيا مين؟ الاتراك، هن اللي عاملين الوكاله، اليس كذلك؟ كاداريين وككادر بدت من عندهم بكل دول هيك. فمين اللي بده اساسا يعني ياخذ وكاله ويحمل دي اكس ان ويحمل رايه دي اكس ان بالبلد؟ شعبها. فنحن وقت ما نوسع الفرق، تمام، بكره مثلا ان شاء الله تعالى مثل مثلا دول تونس او الجزائر او مصر او لبنان، تسعت الفرق، صار في علاقات عندهم، معارف، وهن اهل البلد بيرخصوها وبفوتوا المنتجات ومثل المي بتفوت، صح ولا لا؟ ما عاد في مشكله. هي اساسا مشروع شعبي هذا، يعني حتى على مستوى الفرد، كل فرد منا مشروع عائلي، هو مشروع المعارف، مشروع الأصدقاء، دعاية شفهية. طيب أيضا في اعتراض قوي هذا على فكرة ليكو، هلأ والله ذكر لي، يمكن أبو حسين بتذكر، هو عدم وجود معارف، أنه في أشخاص يعني بتعترض على هذا الموضوع. والله في سيدة موجودة في فريق بوجه لها أكبر تحية من فترة، يعني قالت لي هذا الكلام، قالت لي أنا والله يعني ما بقرب على المعارف لأنه أساسا المعارف عندي قلال، صح؟ هيك قالت لي أذكر. فكان بوقتها جوابي لها أني عطيتها، قلت لها قالت لي صح ولا لا؟ قلت لها لا، وبعثت لها ابتسامة، سمايل ابتسامة، وبعطيتها محاضرة للأستاذ أستاذي القدير أحمد العتيبي، اسم المحاضرة قائمة الأسماء، تمام؟ اسمها قائمة الأسماء. فقلت لها تابعيها وعطيني رأيك، رجعت لي بملخص صوتي نزلت لكم إياه على جروبي، تتذكروا نزلت لكم اياه على جروبي، قالت لي انا غيرت رايي بالامر كلياته، وفعلا انا شايفه انه عندي معارف كثير، تمام. فهلا بدايه قبل ما اجاوب انا بدي منكم تتابعوا محاضره الاستاذ احمد العتيبي، اسمه قائمه الاسماء، اكتبوا انتم قائمه الاسماء استاذ احمد العتيبي، تمام. فيها كثير معلومات مهمه جدا جدا بصراحه، انا بامكاني اعيدها كلها لحضراتكم هلا معلوماتها، بس اكيد حتاخذ معنا وقت كثير، ولكن بلخص لكم القضيه مو قضيه قرايبين فقط، لا، المعارف موجودين كثر ومتجددين، تمام. يعني لا يمكن ابدا، احنا بشر دائما عندنا معارف جدد، وفي كثير افكار ثانيه. بتمنى تتابعوا المحاضره، ما حاعطيكم افكار اكثر هيك عشان تتابعوها، وبتمنى بتمنى 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 انه اللي بتابع هاي المحاضره يعطينا تلخيص صوتي لها على جروباتنا، تمام. بتمنى، هذا طلب عندكم، اعتبروها صدقه جاريه للي ما متواجد معنا هلا وما سمع بهي يعني النصيحه، تمام. لخصوها ولو تسجيل صوتي، شو استفدتوا منها وحطوها، لانه فعلا في ناس تتوقع انه اذا ما عنده معارف هو ما بينجح. هي على مستوى المعارف، تمام. الله يجزيكم الخير اللي بيلخصها، الله يجزيكم الخير. على
على مستوى قائمة معارف كتابة قائمة الأسماء في كل محاضرة. أما هلا طب ماشي خارج قائمة الأسماء السوشيال ميديا، ما احنا اليوم اساسا بعالم صغير، يعني يعني شو بتكون مثلا؟ هلا انا بدي استهدف سوق مثلا العراق، تمام؟ طيب كثير بسيطه، ساعه زمان بقعد بنضم لجروبات موجوده بالعراق، ساعه زمان ببحث عن نشاطات بالعراق على الانترنت، تمام؟ ممكن انضم لجروبات تليجرام، ممكن انضم لجروبات واتساب، ممكن انشئ مجموعه اروح مستهدف فيها اساسا، مجموعه جروب واتساب روح مستهدف فيه مثلا مجموعات على الفيسبوك موجوده بالعراق واكتب فرصه عمل ودخل هذول الناس واشرح لهم انا مستهدف سوق العراق سهل. ممكن انا اذا عندي امكانيات بسيطه اروح شو عامل، اروح اعمل لي اعلان ممول مستهدف فيه، اذا مشان ما يقولوا انه في التمويل واجب او لازم، لا مو لازم. فالقصد انه احنا اليوم بعصر الانترنت، صح ولا لا يا سادة؟ فيعني اذا بتجوا للواقع، يعني حضراتكم الان كل فريق اللي موجود معنا حول العالم باكثر من 120 دوله، تجاوزنا 32 الف ما شاء الله، كلياته انترنت يا ساده. ما بدي اقول كلياته، 90%. هلا جماعه اللي بيقول ما عندي معارف او ما عندي قرايبين بيقول طب ليش استاذ نادر ما استقطبني المعارفين؟ بقول لك انا عندي الحمد لله رب العالمين مهارات بصراحه، يعني الحمد لله لاني انا سبق 4 سنوات عملت خبرات كبيره على الانترنت، تمام؟ يعني عملت اشياء كثير، يعني فضل الله سبحانه وتعالى احترافيه، يعني عملت موقع لنفسي انا صممته بايدي اول ما دخلت، عملت صفحات احترافيه، منشورات احترافيه، جبت عملت مونتاجات فيديوهات حلوه، رحت عبيت جروبات واتساب كثير من خلال المحتويات الحلوه. طبعا كلياتكم قادرين الان تعملوا احسن المحتويات اللي عملتها ببدايه دخولي لدي اكس ال، لسبب لانه وقت دخلت انا ما كان في، بصراحه ما بدي لكم ما كان في 100%، ولكن بنسبه كبيره ما كان في برامج مثل هلا. هلا صار في برامج جاهزه عم تعطيكم كل شيء، يعني الكانفا هلا سهل عليكم كثير، الكانفا برجع بقول عليه، فيكم تعملوا تصميمات احترافيه، فيديوهات، فيكم تعملوا كثير اشياء عليه وتنشروا كفرصه عمل وتفوتوا الناس على الجروبات تشرحوا له، تمام؟ وشيء ما بكلفك، يعني انا كنت كل يوم تقريبا او يومين عبي جروب كامل، كان فقط الجروب الواتساب 256، كنت عبي واشرح، يعني بالاسبوع اشرح لي 3-4 جروبات يطلع منهم 10-20 جادين. طيب اوكي اسست فريق، تمام؟ ما عدا ايضا اني فعلا استقطبت من الاقاربين من الاصدقاء، يعني معي بفريقي الان من الاقاربين الجادين اللي استمروا معي، اختي ام نزير بتعرفوها حضراتكم، معي بنت حماي كمان، يعني بنوجه لها اكبر تحيه، اختنا ام زين، معي من الاصدقاء عدد جيد ايضا كمان، يعني عرضت الفكره على الأقاربين والأصدقاء ونجحنا الحمد لله رب العالمين مع البعض منهم، وكان أنا أساساً توجهي أنترنت وليست القاعدة يا سادة، تمام؟ إذا بتكون تجي تقولي مثلاً هنا أستاذ نادر والله يا أخي متوجه أنترنت لح توجه أنترنت، يقول لك لا شوف السفير لؤي محمد أول سنتين بيقول لك أنا فقط أقاربين ومعارف، روح اسمعوا محاضراته، بيقول لك السفير لؤي محمد بيقول لك أول سنتين ما طلعت سوشيال ميديا أقاربين ومعارف، بنى فريق كامل منهم، تمام؟ طيب إذا محلولة ما هيك؟ طيب رقم لا في عنا اعتراض عدم المهنة في بعض الأخوة والأخوات، يعني ممكن يقول لكم والله الموضوع بده ظهور، إذا الواحد ما ظهر بوجهه على السوشيال ميديا وعمل مثلا مثل نادر عثمان، عمل مثل أبو حسين مثلا، عمل مثلا مثل أبو عمر، عمل مثل مثلا يعني الأخوة أستاذ أحمد خميس، أستاذ رشيد، يعني الأخوة الأخوات اللي عم يظهروا والله بوجوههم أو يعملوا تدريبات أو يعملوا دعاية للشركة أو إنه والله إذا ما كنت مثل هذول ما بنجح. لا أنا حاجاوبكم جواب بسيط كتير كتير، إنه في معنى سفير حتى هلأ نسيان اسمه، أنا شفتوا أنتوا اللقاء اللي كان مع دكتور ليم سيوجيم وقت كان عم يحكوا عن البورصة، أذكر يمكن هذا اللقاء ظهر فيه سفير معنا، شفتوه والله أول مرة بشوفه، ما بعرف مين شافه اكتبوا لي بالله بالتعليقات لشو مين شافه للسفير. الله يبارك فيك استاذ محمود، مين شافه سفير؟ ما حدا بيعرفه وصل سفير، ما حدا حتى يعني اللي موجودين كلياتهم مستغربين، يعني عرف عن نفسه قال انا سفير انا شفته الاستاذ صالحه حييك استاذ، ما هيك؟ مين شافه كمان فعلا عرف؟ والله نسيت هلا اسمه وشكله، يعني اول مره احنا انه والله سفير يعني ما بنعرف احنا شكله، شو هالعجب هذا؟ عجب والله، مهم. فليش هذا؟ شلون وصل سفير؟ وصل سفير عم يشتغل، عم يحط بالفعل، يعني في عنده شيء عملي عم يعمله، تمام؟ عم يتواصل ويدرب وعامل جروبات وكل شيء أموره ماشية 100%، لا احتاج ظهور ولا احتاج شيء، تمام؟ ولكن اللي حابب يصار أهلا وسهلا. وفي عنا كتير، في عنا محاضرة صارت بمركز دي اكس ان تقسيم من شي شهرين لمحاضر اسمه استاذ صدام بظن،
ما كله هالظهور القوي ترى، يعني انا شفته شايفه كم مره فقط، ما كله هالظهور، وما شاء الله حوله يعني واصل، اذكر انا عنده 10 خطوط ماسيين بخط 10 ماسيين بخطوط مختلفه، تمام 10 خطوط اظن حكى جيدي او اكثر، فواصل رتب، وفي كتير انا شفتهم بدي اكس ان مو معروفين واصلين، في معنا مثلا الاستاذ ام حسام موجوده بفريق ام عمر السفيره، ما شاء الله حولها هلا يعني بظن 4 خطوط بتاهل وعندها بتطلع سفيره، تمام واصله رتب عالي جدا جدا، وما ما عندها ظهور ولا بتظهر اساسا، هي من الـ يعني اللي بتخمروا، عرفت شلون، فما يعني اساسا مو مناسب لها تظهر، ورغم هيك ما شاء الله عندها الانتاجات، لانه هي دي اكس ان عمليه، تمام عمل، يعني انت اذا بتقعد هيك بغرفه لحالك حقيقه بس تتواصل، اليوم عصر يعني الاتصالات، بس تتواصل مع الاقاربين بهاتفك وبواتسابك وتتواصل مع المعارف وبتعمل على السوشيال ميديا اعلان وبتستقطب، تنجح بغرفه بدون ما يكون لها حتى شبابيك، عرفتوا؟ فيعني منتهيين من هاي، لا بدها ظهور ولا شيء، يعني هي اهم ان شاء الله الاسئله عند حضراتكم. طبعا الاعتراضات كثيره، انا اذا بدكم مذكركم، ولكن فعليا بدي احكي لكم شيء، انا متاكد بل متيقن انه كل حدا فعلا ناوي ينجح رح يوجد الحلول، عرفتوا كيف، انا متاكد من هي النظريه، كل حدا ناوي ينجح رح يوجد الحلول، ما حدا رح يوقف عند عقبه الا يوجد لها حل اذا في نيه للنجاح، اما اذا كان الاشخاص اللي عندهم الاهداف تبعهم هي عباره عن رفع عتب، انه بده يرفع العتب واللوم عن نفسه انه انا حاولت بس ما وصلت، لح يوقفوا اي شيء ولا يعني لح يكون مجدي له اذا بتعطيه حلول الدنيا كلها، فاكيد الوصول، انا كنت احكي على الاهداف اليوم سبحان الله، بس قربنا للساعه 11 هلا 11 لربع، خليني احكي شوي بسيطه اسمه، يعني عم نحكي عن موضوع الوصول، يلي عنده فعلا هدف وهدفه شاغله رح يوصل، انا بدي احكي لكم شيء، ما بعرف شو لكم، انا عن نفسي بحكي انا هدفي شاغلني لدرجه اني اذا بيجي يوم واحد ما بعمل فيه انجاز كون معكر، والله العظيم والله العظيم ما عم بحكي لامدح نفسي، لانه حاشا نمدح انفسنا، بس انا عم بقول لكم لعلني ان شاء الله تعالى انقل لكم هي المشاعر صدقا وامانه يا ساده يا سيدات، والله هي بكسر الهاء، اذا بيمرق علي يوم ما في انجاز بشعر بحزن، بشعر بقلق، بشعر بعدم رضا، شعور يعني سيء، وحتى هذا النهار ممكن يكون ممكن بسيران يكون، يعني شو يعني بسيران، يعني ممكن يكون عم بتنزه، يعني مشكلتي مو اني انا ضايق خلقي من الجو او ضايق خلقي والله، لا عم بتنزه واموري حلوه بس ما عندي انجاز، بزعل وبحس بالالم وبشعر باني تاخرت لدرجه يعني بقول تاخرت انا، عرفت شلو، لانه لازم اعمل انجاز ولو انجاز واحد او انجازين بصراحة، فأي شيء بعمله كل يوم بعتبره أنا يعني أي شيء بنظري إنه بتقدم فيني بنجاحي مع الـ DXN بعتبره إنجاز، أي شيء أي شيء أي شيء شو ما بتتخيلوا، أي شيء ولو كان يعني تصميم منشور استقطابي جديد، أو مثلا شيء ممكن أعمله لمحاضرة جديدة، أي شيء بعتبره إنجاز، فلا بد انه كل يوم يكون عندنا انجازات ولو صغيره، هيك تحقق الاهداف يا ساده، تمام، والله سبحانه وتعالى هو ولي الامر والتوفيق، كلياتنا بنعمل الاسباب والله سبحانه وتعالى هو رب الاسباب، ولكن احنا مأمورين يا ساده، مأمورين يا سيدات، لما بيكون الهدف تبعنا شغف، وقت بيكون شغفنا موجود بداخلنا ما عم ينيمنا، ولما بصحينا شغفنا هذا هو الوصول، ولما بيكون بصراحه يعني الهدف عبارة عن مركبة، أو خليني أقول الوصول للهدف عبارة عن مركبة راكبين فيها بس ما لها ربان، بدون توجيه وبدون يعني حكمة، رح تروح مع الرياح يمين وشمال يمين وشمال بدون الوصول، تمام، فالأهداف ترسم وتكتب يا جماعة الخير، الأهداف تكتب، الأهداف الطويلة، شو هدفك، يجب أنك تحط هدف، الهدف رح يجعل لك وقود حقيقة، الهدف هو اللي حيخليك تسعى، يعني الآن أي حدا موجود معي ما له كاتب هدفه وأهدافه، طبعا مو هدف واحد، أهدافه، والله بنصحكم يا سادة ما تناموا اليوم إلا كاتبين أهدافكم، تمام، لو كانت اليوم السهرة يعني أو خليني أقول لو كانت أخرت بالسهرة بس لا تنام لتكتب أهدافك، وإذا بتلاقي أنت أنه الصبح أفضل تصلي الفجر وتكتب أهدافك اكتبها، بس لازم تنكتب أهداف طويلة المدى،
تمام؟ على وين انت بعد 5 سنوات؟ سفير، هدول 5 سنوات لازم يكونوا ان شاء الله تعالى فيهم اهداف قصيره ايضا لسنه، اهداف تبع السنه واهداف تبع الشهر واهداف تبع حتى كمان ربع سنوي بيصير يعني، واهداف تبع الاسبوع واهداف تبع كل يوم. يا ساده، اهداف كل يوم ما فيك تكتبها قبل ب5 سنوات، اهداف كل يوم تنكتب حسب وين وصلت انت للخطه، شو اليوم اللي لازم تضيفه، شو لازم تطور، شو ممكن تعمل. ممكن تكتب اهدافك قبل النوم او لما تفيق من النوم، تمام؟ وفي ناس تكتب اهدافها للنهار التالي لما بتفيق من النوم. فالاهداف القصيره هي اللي بتخليك بصراحه تشعر بانك ملزم وملتزم، وبتعطيك تنظيم اعلى، وبتعطيك ادوات حتى بتصير انت بتبتكر، لانه لما بيكون في هدف لازم تحصل على اداه تتحقق من خلال هدفك، فبتبلش البحث. لما بيكون ما في هدف ما حتبحث، ولا انت بحاجه ادوات، وكل الطرق اللي حتوصلك لكل شيء، تمام؟ او ما حتوصلك لاي شيء، سوري، كل الطرق ما حتوصلك لاي شيء لانه ما في هدف. ايضا بالنسبه لموضوع الاهداف، مهم جدا جدا انه يكون في احلام، تمام؟ لانه الاحلام وقود، الاهداف بتنظم وبتخليك تكون منظم، عندك ادوات وعندك شغف للوصول، ولكن الاحلام بتخليك يعني عندك متعه لانك تعمل الاهداف، وبيخلي عندك اصرار، وبيخلي عندك عزيمه، وبصير في قيمة ومعنى لحياتك. لأن بيكون في أحلام وأهداف مع بعض، رح يكون في قيمة ومعنى لوجودك، قيمة ومعنى لكل شيء عم تعمله، قيمة ومعنى لأي إنجاز صغير خلاك تتقدم إلى الأمام لو سنتي، تمام؟ مين كتب أحلامه وأهدافه؟ مين كاتب أحلامه وأهدافه؟ إذا بدكم مايكات أعطيكم مايكات. هاي مايكات، صار مايكات مع الجميع. خليني أشوفكم مين كاتب أحلامه وأهدافه. اللي بده يفتح مايك بإمكانه يفتح مايك. إذن الحبيب، إذا ممكن بس أحكي شيء. هلأ يمكن معنا شخص يمكن عم بيفكر بنفس التفكير. طيب، أنا في عندي أهداف وفي عندي أحلام وأهدافي قصيرة المدى وبعيدة المدى، ولكن الهمة تقلب النفسية. اليوم أنا كيف بدي أكون متحفز على طول لحتى أحقق أهدافي؟ حلو، ممتاز، سؤال رائع. طيب أنا بدي أقول لك شيء. هلأ لحنا كلياتنا الله سبحانه وتعالى خالقنا يعني داخلنا مشاعر، يعني حتى الإيمان بالقلب مرة سبحان الله بينخفض ومرة بيرتفع، أليس كذلك؟ ما في أعلى من الإيمان، إيماننا بالله عز وجل وبرسالة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ ومع ذلك لاحظوا على أنفسكم وكلياتنا، بيجي أيام كثير الإيمان بيرتفع، بصير الواحد بيقرأ كثير القرآن، بصير بيصلي النوافل، بصير بيعمل حسنات كثيرة، وبتجي أيام تنخفض أي الهمة. ما المؤمن الحقيقي ما بيترك كليا، ولكن شو بيعمل؟ ممكن تنخفض الهمة، مثلا النوافل شوي يختصر منها، مثلا الحسنات قلت شوي موجودة لساتها، أليس كذلك؟ الصلوات ممكن يتأخر عليها، اي نعم ممكن، بدل ما يقوم متشجع للصلاة متحمس، الله أول ما يقول الله أكبر والله تأخر عليها 10 دقائق ربع ساعة، تمام؟ أيام للأسف الشديد الشيطان بياخذه لأنه يقضي الصلاة مع الوقت اللي بعده للأسف. فالقصد هون انه معلش، هي حاله صحيه اخي ابو عمر، والله حاله صحيه، حتى انا عندي موجوده، مو بس عندي على فكره، عند كل ناجح بتشوفوه انتم. بس لكم شيء يا ساده يا كرام، الناجحين بشكل عام هن قدوه، تمام؟ فمنطقيا ما يبرزوا لجمهورهم ومريديهم والاشخاص اللي بتتبعوهم الا الهمه، صح ولا لا؟ هذا منطقي، منطقي يا ساده، منطقي، صح ولا لا؟ الان نفس الامر، انا بس باكد لكم انه اي ناجح لديه نفس الصفات اللي موجوده عندكم كلياتكم وعنا وعندي وعندكم، انه ممكن فعلا الهمه تفتور، يشعر الواحد بالاحباط بالخذلان، تمام؟ ولكن ما يميز الناجح هو انه يتجاوز هي المشاعر، بيعطيها فتره من الزمن بس ما بيسمح لها تجعل حياته كله هذا الشعور والزمن مستمر مع هي المشاعر، مستحيل مستحيل. فمعلش، اللي بيشعر بالإحباط
هذا منين بيجي؟ بيجي أيام من المحاولات وعدم الإنجاز، تمام؟ بيجي أيام مثلاً من بعض المسببات الخارجية، من العائلية، من المالية، من المعارف، ممكن ببعض الأوقات خلاص ضغط الحياة بشكل عام بيوصل لمرحلة ممكن يشعر بأنه الهمة فترت، ما عاد عنده طاقة يعطي بقوة. هون شو الصح يصير؟ هون الصح يصير أنه يأخذ نفس، تمام؟ هي نصيحتي، أنا عم بحكي عن تجربتي الشخصية مع هذا الموضوع. يأخذ نفس ويعمل نقاهة، بس ما تكون نقاهة طويلة. شو يعني نقاهة؟ يعني يطلع يروح خلص، كب الشغل كله من إيدك. إذا عم تدرس ترك دراستك، إذا عم تشتغل ترك شغلك، إذا عم تعمل أي شيء ملزم فيه أنت تركه واذهب إلى نزهة. روح اعمل نزهة، تمام؟ روح اجتمع بأحبابك، مين بتحب أنت من أصدقائك، مين بتحب من أقاربينك، مين بتحب من معارفك تطلع معه، روح اعمل نزهة. طلع أول يوم واستنزه أول يوم وانسى عملك خالص، لا بقى تحكي فيه. بعد منها ارجع ثاني يوم، إذا لقيت حالك بنفس المشاعر كرر، ارجع اعمل النزهة بشكل مختلف واعمل هواية أنت بتحبها، تمام؟ وثالث يوم، رابع يوم إن شاء الله تعالى أنا بقول لك من ثاني يوم حترجع عند حضراتكم جميعاً النفسية تتحسن، تمام؟ ثاني يوم ما تحسنت، ثالث يوم أكثر فرصة أنا بظن الإنسان بيعطيها نفسه، أكثر فرصة عند الناجحين، أنا هذا بقناعتي أنا، أكثر من أسبوع خلص حاجة، ساعتها يرجع يراجع إيمانه، يشوف شو مشكلته، هل مشكلته بعبادته، هل مشكلته يا ترى بفهمه للشيء اللي عم يعمله، هل مشكلته يا ترى برؤيته، مو شايف المشروع أو عمله اللي عم يشتغل فيه، هل يا ترى بحاجة غرس قناعات جديدة يغرسها، يقعد يشوف شوف أهل العزم شو حكوا، شوف أهل الخبرة، أهل النجاح شو حكوا، لأن إحنا أيام بحاجة كلمات بسيطة تغرس بداخلنا قيمة معينة نستمر لأجله، تمام؟ كلمات بسيطة بتغرس قيمة معينة. يعني ممكن أيام أشعر أنا فعلاً أني يعني اللي حأحكي لكم بعض الأسرار، كتير بيجيني مراسلات من خارج الفريق، تمام؟ كتير بيجيني مراسلات خارج الفريق، وأنا أنا أساساً هذا بيشرفني، لأنه الله شرفني بهذا الموضوع أني أنا ساعد عباده. فبعض الأوقات أشعر بضيق الصدر، تمام؟ فأنا لما بشعر هيك برجع بقول أنا يجب أني أغرس بداخلي القيمة أكثر. تعرف شو القيمة يا سادة يا كرام؟ أنه بقول أنا إذا عم بشتغل فقط لأجل نفسي بهي الصناعة، عم بشتغل فقط لأجل فريق، إذا أنا إنسان مادي فقط، أنا أبحث عن المادة. إذا أنا كاذب لما بقول لفريقي أنا عم بساعدكم، أنا كاذب لما بقول لفريقي أنا والله يا أخي عب أنا عايش معكم العائلة، إذا أنا أبحث عن مكاسب شخصية، إذا أنا لست صادق ولست مؤمن. فبرجع بغرس هاي القناعة بداخلي بقول يجب أني جاوب هاي الأشخاص وأخلص لها مثل ما بأخلص للناس اللي موجودة بفريقي. وفعلا الحمد لله رب العالمين معظم معاملتي معهم مثل معاملتي مع الأشخاص الموجودين في الفريق، وحتى أيام بضطر سجلهم صوتيات طويلة كمان، تمام؟ فأنا بسعى بضرب أمثلة، ما لحتى حاشا لله وحاشا أني أمدح نفسي أبدا، بسعى بحكي تجربتي أنه أنا بحاجة أني أزرع قيمة ليصير عندي طاقة. وأنتوا نفس الأمر، أنت شو القيمة الآن اللي عم تقدمها من خلال الدي إكس إن؟ القيمة اللي عم تقدمها لازم تزرعها بداخلك انتو جميعا، نحن كلنا يجب ان نزرع القيمة. القيمة ان نحن عم نقدم للناس حل لمشكلة صحية او حل لمشاكل صحية، فاذا في كتير عم يستنونا. طب انا شو عم قدم للناس؟ عم قدم حل للمشاكل المالية، اذا في كتير ناس عم يستنونا، تمام؟ وانا شو عم قدم؟ عم قدم لألي ولأولادي ولعائلتي ولكثير من حولي حياة افضل ان شاء الله تعالى بالمستقبل. القيم تزرع بالأفكار هيك بهذا الأسلوب، ولكن أيام تحتاج لمؤثرات من الخارج، تمام؟ في ناس لديهم كلمة مؤثرة فمنسمعهم. أنا واحد من الناس قلت لكم ياها مرار تكرار، بقعد على الطعام بحب أكل أنا عم بسمع حدا يأثر فيني بصراحة، تمام؟ فبحط مرة بحط شيء بالتنمية البشرية، مرة بحط شيء مثلا بالإدارة، مرة يعني بشوف دائما الأكل أنا قاعد أتغذى فبستثمر هذا الوقت كمان غذي عقلي. ففي كتير أشياء تنزرع بداخلنا جيدة وطيبة، وخاصة بيكون أولادي قاعدين معي على الصفرة فبيكونوا بيسمعوا، أنا بنبسط جدا أن أولادي عم يسمعوا معي، لأنه أيضا عم تنغرس فيهم القيمة دون أنه يعني أتكلف كتير وأنا أقعد أغرس هاي القيمة، مع أني بقعد معهم الحمد لله رب العالمين بحاول كتير أغرس. بس بقصد أنه إحنا قاعدين كلنا على الطعام، أحسن ما الولدين يتشاجروا مع بعض، لأنه هنا بيقعدوا على الأكل سيروا بيتناحروا.
عرفتوا؟ فاحسن ما يقعدوا يتناحروا مع بعض، بيقعدوا بيكنوا، بصيروا بيسمعوا، بصيروا بيستفادوا من الكلام اللي عم ينقال. فيمكن الاجابه تكون يعني طويله شوي، بس بقول انه كلياتنا تنخفض الهمه وترتفع، بس بناء على شو؟ بناء على القيم اللي موجوده داخلنا. فمن اول شيء بنعمل نقاها، بنزرع القيم بالشكل الصحيح، بنشوف احنا وين، نسال دائما انفسنا، انت وين مثلا ابو عمر بعد 2025، ابو حسين انت 2025 شو ترتيبك؟ وين انت؟ تمام؟ اخي مثلا نور، اختي يعني الاخوات اللي موجودين بشكل عام معنا، وين انتم؟ تمام؟ ب 2025 كلياتكم باسمائكم الجميله يعني وال الكبيره، وين؟ هذا سؤالنا نساله لانفسنا. ب 2025 رح نكون معك متواجدين على منصة DXN الكبرى بإذن الله سبحانه وتعالى، كلياتنا سفراء بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله، بإذن الله ومعاونته تماما إن شاء الله. نشتغل على هذا الهدف ومنشد على حزبنا وعلى أمرنا. طبعا اللي ما كتب هدفه ما رح يلاقي نتائج قبل ما يكتب هدفه. أنا واحد من الناس ما كان عندي نتائج لأني ما كنت كاتب هدف، وقت اللي كتبت هدفي صار في نتائج أكبر، في عمل أكثر، في إصرار أكثر للنجاح وتعطش للمسارح. نعم الله يجزيك الخير. ففعليا هو مسألة أنه نحن نشوف أنفسنا وين بعد سنة سنتين ثلاثة، هذا شيء مهم جدا، بيعطينا قابلية للعمل، بيعطينا نشاط حقيقة، لأنه اللي بيشوف لبعيد هو اللي بيشتغل لفترات أطول، واللي بيكون رؤيته قصير راح يشتغل لفترات أقصر ويتوقف. ربي يحفظكم جميعا. حبيب اتفضل. هلا يمكن في معنا بعض الناس بيقول لك انا يعني اليوم انا فاهم مشروعكم، مشروعكم جدا جيد كويس وفي امل، ولكن بدي طول كبال وعلى المدى البعيد. نعم. ايه شو بتجاوب على هذا الشخص؟ والله ليك انا يعني انا فهمانه، بس يعني بدي طول كبال سنتين ثلاثه لحتى بيجيك نتائج. نعم. هلا هو منطقيا بدنا نسأله أول شيء، بدنا نسأله سؤال إنه هو شو اللي عم يبحث عنه، أنت عن شو عم تدور؟ إذا عم تدور أنت عن يعني مبالغ بسيطة تدخلها لنفسك مثلا تعيش منها، ممكن يشتغل أي شيء يعني بصراحة، يعني إذا ما عنده طموح كبير، هذا سؤال منطقي نسأله إياه يعني، إنه أنت شو اللي بدك يعني؟ اللي حضرب لكم مثال شباب، إنه أنت وقت بتروح مثلا بدك تشتري عقار تمام، فتبع المكتب المكاتب العقاريه اللي عندها باع طويل بالعمل مباشره بيقول لك قديش مصرياتك، انت شو اللي بدك اياه؟ فبيصير بيسالك، بتعرفوا ليش؟ لحتى يفهم، ما يعذب حاله يطلع يورجيك فيلل، انت مو خرجك فيلا مثلا بده يورجيك مثلا، والله يطلع يورجيك شقه مثلا ثلاث غرف وصالون، انت مصرياتك ما بيجيبوا غير غرفه وصالون مثلا، فهو ليش لا يروح يطول الطريق على نفسه؟ فمن البدايه بيسالك قديش معك؟ شو اللي ناوي؟ وين بدك تاخذ؟ شو ترتيبك؟ فانت بتشرح له يا بيقول لك عندي يا بيقول لك ما عندي. نفس الامر يا ساده يا سيدات، انه اليوم وقت شخص بيقول لك انه انا اخي ما بدي يا عمي هذا بده شغل وبده، انت قل له انت عن شو مدور؟ مدور على وظيفه؟ زلك ايه والله انا اخي زلمه بدي وظيفه، بدي 100 ليره كل يوم، 200 ليره، 500 ليره، ولا بدي يعني ما له شايف نفسه بمكان هو. هذا الشخص ممكن انت بقى حسب يعني علاقتك معه، يعني اذا شخص هو بيسمع ممكن فعلا يعني عقليته ايجابيه تنصحه تقول له بس هذا بيعمل لك مثلا بيعمل لك يعني هذا بزنس بيعمل لك ارباح كبيره بالمستقبل، هذا كذا كذا كذا، ممكن هو يبلش يطمح على ايدك، على فكره يبلش يطمح على ايدك، لا تستغرب يعني، ترى يبلش طموحه يشتغل على ايدك ويكون هو شايف لهون، انت تفتح له بصيرته سبحان الله. اما اذا كان قال لك لا انا اساسا مالي مدور، انا بدي شيء يعني بسيط اشتغل فيه، وانا زلمه اخي بحب يعني اعيش الحيط الحيط، في ناس فكره انه اعيش الحيط الحيط بعيش فقير وبموت فقير وبورث الفقر وكذا، ما عارفان انه يعني بالعكس، اللي في ناس كثير من خلال احلامه وطموحاته وصلوا لاهداف كبيره وعملوا اساسا خير كبير للعالم، وكانوا الحيط الحيط ويا رب الستر على حسب ما بيقولوها المقوله. فعلى كل الاحوال هذا الاجابه، انت شو بدك؟ اذا قال لك انا طموح بدي دخل كبير، إيه هذا هو المشروع اللي بناسبك، وقدم له يا صح، قدم له بس فكره، ركز مع منه على فكرتين لهذا بتناسبه كثير، انه ايه بدك وقت طويل بس انا حاعطيك ميزتين بهذا المشروع اللي هن مضاعفه وقتك وجهدك بالمستقبل. هدول مو موجودين باي مشروع شباب،
هدول مو موجودين باي مشروع، قدم له بس هدول الفكرتين، مضاعفة الوقت والجهد. الوقت اللي حتشتغله اليوم رح يتضاعف في المستقبل. يعني انت بعد عامك الاول من العمل الصحيح بهي المهنة ممكن يصير فعلا تحت رقم عضويتك مثلا 1000 ساعة عمل كل يوم. بصير شباب ولا ما بصير؟ بصير، صح ولا لا؟ منطقيا بصير. طب بصير تحت رقم عضويتك مضاعفة جهدك لدرجة انك انت شخصيا بتشتغل مثلا كشخص واحد خلال هدول الساعتين، بينما هدول الساعتين في معك 1000 شخص عم يشتغل بنفس الاسلوب تبعك اللي انت علمتهم اياه، وانت مشارك هاي النتائج، مشارك ايضا بهي الانجازات. هو هيك، عرفتوا كيف؟ يعني كثير الموضوع لذيذ لما انتم بتتخيلوه. لما لكم انا فلان عنده 2,000,000 عضو، قبل شوي ذكرته الاستاذ جمال المسعدي او الاستاذ احمد المسعدي، عنده 2,000,000 ولا 1,500,000 عضو. قلت لكم انا خلوا الاكتف منهم 10%، 200,000. تخيلوا بالساعه الواحده في 200,000 شخص عم يشرح دي اكس ان. عرفتوا؟ تستحق؟ تستحق ولا لا؟ والله تستحق، صح ولا لا؟ والله تستحق وبجداره. اه بالضبط. فلما تحكي انت هي التفاصيل المزايا، دائما قدموا القيمه، حتى مو بس قدموا قيمه المنتج، قدموا قيمه العمل. في قيمه جوا العمل ما قويه جدا، ما لا تستهينوا فيها. بنفس الوقت انت لما جاي شوفوا، لاحظوا هي من احد القيم اللي لازم تتقدم، حتى ايضا تحدث الشجاعه والاقدام في قلوب الاخرين، وهذا الواقع وتحدث في داخلنا. لاحظوا لما بقول لك انت بدوله مثل اليمن، دوله فقيره، تمام؟ دوله فقيره. طيب قديش عندك اليوم دخل الموظف في اليمن؟ بيقول لي والله مثلا دخله يا اخي 50 دولار، وانا ما بظن يوصل هيك، سمعت اقل. بيقول لي 50 دولار بالشهر، في ناس قالت لي 20 دولار. طب وقت بقول لك انا انك انت ممكن فعلا تشتغل شهر شهرين بشكل صحيح، يصير عندك دخل. طبعا يشتغل شهر شهرين مو داخل اليمن، انتبهوا. ليش؟ لانه عالميه. هي الميزه انك انت مع شركة عالمية، ممكن انت عن طريق الانترنت تستطيع انك متى ما فهمت الفكرة تشرحها لاشخاص بعدة دول مختلفة، ممكن باوروبا وممكن بالوطن العربي، تمام؟ ويستطيعوا من خلالك انه يفهموا العمل ويبلشوا بالعمل ويبلشوا يستهلكوا ويبلشوا كمان هن يأسسوا فريق، ويكون عندك انت خلال شهر شهرين، ما بدي اقول لك لا 1000 ولا 2000، بدي اقول لك 100 او 200 دولار عم يفوتوك من شركة دي اكس ان. انت فعليا باليمن وصلت للحرية المالية، ووصلت لراتب 3 أو 4 أو 5 موظفين، صح ولا لا؟ فيعني هذا ميزة. ايش عم بذكرها؟ انه ميزة الشركة المترامية الاطراف، يلي انت موجود ببلد، تمام؟ وانت بتأخذ ارباح الشركة من مبيعاتها لمنتجاتها بدول شو اخرى، اليس كذلك؟ يلي موجودين بسوريا، قيمة العمل كمان ايضا نفس الشيء، موجود بسوريا بشغف اعمل وانضم ل يعني مجموعات موجوده بالخارج، وايضا خاصه السوريين. يعني هذول اللي على هواتفهم بتلاقوا مثلا 1000 اسم من العائله او 500 اسم من العائله موجودين شيء بالمانيا، او الاصدقاء او المعارف شيء بامريكا، شيء اشتغلوا عليهم. طيب معقول ما يطلع معكم 20 جاد؟ لا والله ما بصدق، ما بصدق. انا ايام بمحاضراتي بيقولوا لي انه انا والله حكيت مع المعارف، ما حدا عم يقتنع. بقول له مع كم حدا حكيت؟ او الاقاربين مثلا بيقول لي مع كم حدا؟ بقول له مع 5. بقول له هدول الاقاربين كلهم يا زلمه اولادك اكثر منه مثلا، عرفت شلون؟ فالقصد انه الواحد يوسع الشرح، اوكي؟ فلاحظتوا الميزة القوية، قاعد بسوريا عم يشتغل مثلا مع معارفه بأوروبا، عم يشتغل مع معارفه بأمريكا، عم يشتغل مع معارفه بالعراق، عم يشتغل مع معارفه بتركيا. بسوريا اليوم دخل الموظف أظن هيك يعني 20-30 دولار، بظن، ما بعرف، بس بهالحدود، بس مو أكثر. تعرفوا إنه ممكن 120,000 بسوريا بياخده كم دولار؟ يعني بتطلع كل دولار تقريبا 9 صار، يعني بدك تقول شيء 20 دولار تقريبا. 20 دولار يا جماعة، مستحيل مستحيل ما يعمل خلال شهرين شغل صحيح ما يعمل له من الشركة 150 دولار. يا عمي 100 دولار، 300 ليرة تركي استاذنا، شايف؟ فالقصد وين يا سادة؟ نعم. فالقصد يا سادة يا كرام، هو بمسألة توضيح المزايا لهدول الأشخاص، توضيح المزايا. في مزايا قوية، ولكن فعلا أيام أنت بتكون شايف هاي المزايا الشخص المقابل مو شايفها. وضحوها، تمام؟ وضحوها. حتى أنتوا وقت تشرحوا لجروب وضحوا هاي المزايا. إذا عامل جروب مثل أبو حسين قبل شوي حكى عن جروب استقطابي، وضح هاي المزايا بكرة، قال له أنت وين قاعد بسوريا؟ أنت ممكن تعمل أكثر من 3-4 أضعاف موظف من أول شهر، تمام؟ لأن الشركة عالمية، يعني مرقوا على هاي الأمور.
ربي يبارك بالجميع. المايكات على فكرة مع الجميع، إذا حابين حدا عنده مداخلة أخيرة لأنه بدنا ننهي اللقاء مع حضراتكم، كثير كان ممتع وشيق واستفدنا منه جميعا، الله يبارك فيكم. أنا الحبيب يمكن تفضل بدي أتكلم. شكرا شكرا أخي أستاذ نادر. نعم أنا كنت سجلت، أنا من المغرب، هشام أنزالي، كنت سجلت في صحة ومال، واشتزيت خذيت الشهادة ولكن انقطعت عن الاطلاع على المحاضرات، والآن ما أستطيع الدخول إلى الصحة على الإنترنت. منصة العمل يعني، منصة العمل يعني الموقع صح. واحد مع ثلاثة سجلت استاذ احمد، مع مين سجلت؟ مش فاكر مين اللي ظروف انقطعت كاع على التواصل مع مين الشخص اللي سجلك؟ والله ما عرف سميته. جاني في الجروب واتساب، فيك تتواصل معي برسائل واتساب بعد اللقاء؟ مش مشكلة، تواصل معي. الله يبارك فيك، رقمي معك ما هي؟ عندي الجروب. نعم؟ تمام. ما زال الجروب تبعي، فوت على الرقم تبعي وبعت لي رقم عضوتك لشوف حضرتك مع مين مسجل. وحسين صادق، أبشر. حاضر، شكرا. الله يبارك فيك، حاضر يا سيدي. عليكم السلام والإكرام. طيب المايكات اختيارية، اللي عنده شيء قبل ما ننهي اللقاء. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، تحياتي، أهلا وسهلا، مبارك إن شاء الله تعالى الوكالة النجومية. مبروك الوكيل النجم أستاذ حفظكم أحمد. الله إن شاء الله بال السفارة يا رب، حفظكم الله إن شاء الله جميعا، إن شاء الله بكم إن شاء الله تعالى ومعكم إن شاء الله تعالى، ربنا يحفظكم إن شاء الله تعالى، أسعد الله مساءكم كل خير. يا هلا يا هلا، الله يبارك. أزفي لكم سلامي من المغرب. مرحبا بكم جميعا، وأنا سعيد بهذا اللقاء وباللقاءات في الحقيقة. الحمد لله الحمد لله، الله يبارك فيك، والله سبحانه وتعالى بحضورك. هذا مشروع حقيقي، مشروع الحمد لله ليس فيه شك، بالدعاء همة، بالدعاء عزيمة، ونحن الحمد لله بهذا المنوال إن شاء الله ابتدينا وإن شاء الله وصلنا الحمد لله للمرتبة الأولى، وهذا جد فخور، جد سعيد إن شاء الله تعالى. وهذا يدل على شيء، إنما يدل على إن شاء الله تعالى توجيهاتكم ومتابعتكم إن شاء الله لنا، وأنا فخور جدا إن شاء الله تعالى. والله الله تكلمت في هذا اللقاء على نقطة مهمة، وهي لائحة قائمة الأسماء. نعم. والآن في الحقيقة أي أمامي وجدت لائحة، ولكن سبحان الله يعني أحاول مع يعني أختار يعني الأفراد على حسب إن شاء الله تعالى المراتب وعلى حسب الأولويات، وتواصل معهم إن شاء الله تعالى، ولكن الحمد لله مستمر، رغم أن الاستجابة لم تكن، هذا وارد لما بعد، نحن دائما لما بعد إن شاء الله تعالى. نعم. عشرات العشرات من العشرات، ومن بعد إن شاء الله سنجد إن شاء الله من يستجيب، والآن إن شاء الله وجدتني إن شاء الله إن شاء الله تعالى، وهي عشر أخرى لكي يتواصل معهم إن شاء الله تعالى، وهذا دربنا وهذا مشروعنا إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى يوفقنا إن شاء الله جميعا، نلتقي إن شاء الله في رحلة دولية إن شاء الله تعالى، إن شاء الله وعقبال السفارة إن شاء الله جميعا إن شاء الله تعالى الأعضاء جميعا في هذه المجموعة الطيبة، وفي هذا إن شاء الله تعالى هذا المشروع، وخصوص فريقنا الهائل صحة ومال، ونتشرف بوجودنا فيه إن شاء الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إن شاء الله ما يحب ويرضاه. أسعد الله مساءكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
الله يبارك فيك، عليكم السلام ورحمة الله، الله يجزيك الخير أخي العالي، يبارك فيك ونراكم إن شاء الله تعالى سفراء جميعا. طيب يا سادة يا كرام، الله يبارك في الجميع، بدي أتشكركم حقيقة من القلب على حضوركم، إن شاء الله تعالى مستمرين سوية مع حضراتكم بهي اللقاءات. تذكروا بس هلا أشياء مهمة بدي أذكركم فيها، سجلوها عندكم لا تنسوها. أول شيء تذكروا إنه هذا لقائنا صار أسبوعي، تمام؟ كل خميس فقط. ليش؟ لحتى حقيقة نعطيه قيمة أعلى، تمام؟ للأمانة هذا أولاً، شوفوا عدة أسباب، كل شيء له مزايا، لأنه بدنا نعطيه قيمة أعلى، فبدنا يكون في حضور يعني مثل اليوم ما شاء الله وصلنا أعداد طيبة اليوم صراحة، الحمد لله رب العالمين، خاصة بالبداية للمنتصف. بدنا نرفع القيمة تبع هذا الاجتماع، هو إلكم ويعني منكم وإليكم حقيقة، يعني هو دعم لإلكم أنتوا لفرقكم، تمام؟ هذا بالمقدمة. فتعالوا كل شيء ليدر معي موجود عم يسمعني، تعال أنت وفريقك على هذا اللقاء، لأنه أنت كمان أيضا أخي الغالي رح يكون لك فرصة تحكي وتتحدث عن أفكارك أمام فريقك، وهذا الشيء جيد، وفريقك يسمع أفكار الآخرين، يسمع أفكار أخوك الصغير، تمام؟ أخوكم الصغير. طيب هذا رقم واحد، فنحن حشرنا هلا كل شيء معلومات وكل شيء اشياء بهذا اليوم، ولكن شو عملنا نحن؟ ما ابتعدنا بمعنى انه والله ما حنعمل شيء، لا، هذا اللقاء العام، ولكن لسه شو عنا؟ لسه شو عنا يا سادة؟ والله انضم معنا رجل غالي على قلبنا جميعا، موجود معنا، وين الاستاذ؟ موجود موجود، أعطيته دخول سماح أنا، الأستاذ الكبير أحمد العتيبي. اي والله دي انا اعطيه معناته فورا، بدي اكمل كنت. وينه الاستاذ احمد؟ اعطيه اشراف، فيك تعطيه اشراف كمان لحظة، مش هتفتح مايك عنده. لحظة، الأستاذ أحمد، يمكن بظن فات وطلع معناته. خليني أشوفه، فات وطلع والله، يمكن بالغلط فايت. طيب فلاحظوا يا جماعة الخير، لا شو عم نعمل نحن؟ حطينا كله بهذا الاجتماع المزايا بالنسبة لموضوع انه يوم واحد الاسبوع المعلومات كلها اللي حتكون فيه، مشان ما يكون في تكرار كثير 3 ايام وكذا. ولكن شو عملنا؟ اجينا الايام، يعني ما ابتعدنا بمعنى انه نحن بس لقاء ونجتمع فيه، لا، اجينا الايام الباقية بدي ابدع فيهم بصراحة، عم بخترع لهم اشياء ان شاء الله يكون فيها فائدة. هلا من الاشياء اللي عم نعملها هي الندوات، هاي بدي احكي عنها يا جماعة، كلياتكم استثمروها يا اخي، كلياتكم، يعني شو بيمنعكم؟ سؤال بالله اسألوا نفسكم، شو بيمنعك انك ما تروح عامل لك اعلان ممول مستثمر عليها؟ انا صدقا وامانة يا جماعة الخير اني عم دقق تدقيق الله وحده بيعلمه على الموجودين انه يسجلوا مع اللي دعاهم. مين كان معي الندوة الماضية؟ قديش دققت عليهم؟ مع اللي دعاهم، قل له لا، ارجع للي دعاك، اصحك تضيع جهود الاخرين بعد ما شرحت الفكرة كاملة. فاذا شو هو العمل والنية خالصين، انه شو؟ انه يكون فعلا نتيجه للي عم يدخل الاشخاص من طرفه، لانه انا هدفي من هذا الموضوع كله شو هو؟ بناء الفريق بالاجيال، تمام؟ هدفي ابني لك الفريق بالاجيال، الاشخاص اللي مثلا عندهم ضعف لسه بالاجيال عم نحاول نساعدهم بهذا الامر. فانت بامكانك تستقطب، شريكك بامكانه يستقطب، الندوات هي عم ينشرح فيها بطريقه سوبر احترافيه، اللهم ربي لك الحمد بشهاده الجميع، فضل الله سبحانه وتعالى. تمام، الله يبارك فيكم. فلذلك اهتموا فيها، هي عم تكون ان شاء الله تعالى نهار بالاسبوع بعمل. هلا عنا يوم الجمعه لقاء، بس انا هلا كررته. هاي استاذ احمد فاض، افتح له، اعطيه اشراف مستر نور، بدي اعطيه من عندي، شوفوا حظه طيب اللي ضل معنا لهلا. مشي الحال استاذ نادر، سبقتك. ايوه حياكم، تحياتنا استاذ احمد، استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، صباح الخير دي اكسن، حير الاحبه جميعا، حير الاستاذ نادر، ما شاء الله ما شاء الله، حياكم الله اهلا وبياكم، اهلا اهلا بالاحبه، الله يبارك فيكم. تعرف احنا سيدي سبحان الله، انا عم بختم معهم هذا نهايه اللقاء، عم شفتك فتت والله، قلت له اعطيه اشراف للاستاذ احمد نسمع منه. الله يبارك فيكم نادر، حيا الله الشركاء جميعا، حيا الله الاحبه، والله مقصرين معاكم، صار لي فترة سبحان الله ودي أكون معاكم وأدخل وأشارككم ونسمع منكم ونستفيد،
سبحان الله سفريات وما سفريات ومن دولة لدولة، فسبحان الله انشغالات كثيرة. الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. مبارك مبارك الجميع الشركاء اللي وصلوا رتب جديدة وصعدوا ما شاء الله وأنجزوا وقدموا وأعطوا. اعذرونا تراها بعض المرات سبحان الله يفوتنا الواتساب ومتابعة الواتساب، وإلا ترى نفرح يعني أي أحد يحقق إنجاز خصوصا سبحان الله في مشروع دي أكسن، يعني أي رتبة يحققها أي شريك لنا والله نفرح له، مش فقط في فريق صحة ومال أو في باقي الشركاء، لا والله كل الشركاء في هذا المشروع في عائلتنا في دي أكسن بشكل عام. أي أحد يتعب سبحان الله ويصل نعرف طبعا، لأن المشروع هو عبارة عن عطاء، فطبيعي الشريك معانا اللي وصل رتبة أعلى ستار إيجنت ستار روبي ستار دايموند نعرف أنه قدم الكثير وتعب مع نفسه ومع الشركاء وتطور وتعلم وعلم وواجه بعض التحديات وبعض المشاق، لكن وصل. لذلك نفرح لما نشوف شريك لنا في عائلتنا الدكسنية كلها، فما بالك لما يكون معانا في نفس الفريق، فما بالك لما يكون من شركاء الأستاذ نادر. أكيد أخذنا من باب قولة يعني. يا حبيب قلبي استاذ فلذلك مبارك لكل من وصل وترقى في رتبته، نقول له هنيئا لك هذا الانجاز وهذا العطاء، ونسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منك، لانه سبحان الله هذه حلاوه دي اكسن اللي عشناها الان 8 سنوات. سبحان الله بقدر ما تتعب على نفسك وبقدر ما تقدم وتعطي بقدر ما تستفيد وتفيد. لذلك ترقي في مشروع دي أكسن له حلاوة مختلفة. دائما أنا كنت أقول هذه الكلمة من أول سنة لي سبحان الله، كنت أقول الإنجاز، ولما أهني أي أحد معنا في عائلة الدكسنية كل الفرق أقول وقت كذا كتابتي موجودة دائما أكررها وأنشرها، أقول دائما سبحان الله ترقي في مشروع دي أكسن مختلف عن أي، مع احترامي طبعا وتقديري وإجلالي لأي ترقي في وظيفة أو في تجارة أو إيش ما كان. نعم لا شك أنه الترقي في الوظائف وكذا لا شك أنه فيه خير وفيه عطاء وفيه كل شيء، لكن بيئة دي أكسن تختلف. بيئة دي أكسن ما صعدت أنت رتبة إلا لما ساعدت معك 3 أشخاص أو 6 أو ما شاء الله 15 أو 20 أو 100، فأنت سبحان الله بنجاح شركائك تنجح. لذلك هذا اللي سبحان الله يجذبنا لأن نواصل المسير في دي أكسن، نواصل التقدم كأفراد إحنا قبل لا يكون نفرح بإنجازات شركائنا. حتى إحنا لازلنا الحمد لله نستقطب ولازلنا نتعلم ولازلنا نحاول ندرب ونفتح أسواق جديدة وشركاء جدد، لأن هذا المشروع مهما يعني وجدت فيه من بعض التحديات يبقى هذا المشروع فيه من المتعة وفيه من الإيجابيات أكثر بكثير من التحديات اللي راح تواجهها فيه. اعذروني يمكن دخلت سريع الكلمات، لكن أؤكد وأبارك لكل الشركاء اللي وصلوا رتب جديدة، ويعذرونا بعض الشركاء اللي ما استطعنا أن نبارك لهم بسبب الانشغالات أو غيرها وغيرها. الله يبارك فيك. بس هلا احنا كل احوالنا نذكر شركائنا وشركاتنا ان شاء الله تعالى حيكون الاستاذ احمد معنا في تكريم يوم الاحد، اليس كذلك استاذنا؟ طبعا ان شاء الله باذن الله. انا حاليا في تركيا وننتظر يوم الاحد. كان سبحان الله اللقاء يوم واجتماعنا والحفل كان يوم 13 قبل بس تأجل بسبب الانتخابات سبحان الله. بسبب الانتخابات لما تشاورنا انا وياك في الموضوع يوم 21 ان شاء الله مناسب يوم الاحد ان شاء الله مناسب باذن الله حنكون سوية. طيب استاذ احمد بدي اتشكرك على المداخله الطيبه، الله يجزيكم بالخير. احنا بنهايه اللقاء والله عم بختم مع الشركاء، رح نختم ان شاء الله بحضورك ونطلع سوية باذن الله. هذا الوقت نهايه اللقاء. سيدي اذا في عندك شيء اضافه ما عندنا مشكله، احنا بالعكس كلنا اذان صاغيه. انا اعرف ما شاء الله انك انت وجميع الشركاء كفيتهم ووفيتهم، وانت ما شاء الله يعني لكل منكم ما شاء الله جهده ولكل منكم عطاءاته، فانا عارف انكم انتم ما شاء الله مكفين وموفين، ولكن يعني ما عندي نقطه معينه في بالي، ولكني صراحه انا كاني سمعت قبل لا ادخل، كنت داخل على اليوتيوب فشفتك تتكلم على اليوتيوب انت والشركاء، وكانك ذكرت مساله انه يعني بطء النتائج مع البعض او كذا، وانه لابد الواحد يصبر سنه وسنتين. اتوقع شيء
صح في هذه النقاط. كنا بنحكي على في اعتراض بواجه بعض شركائنا من قبل المرشحين او الاعضاء الجدد، انه بيقول لك العمولات ضعيفه والنتائج بطيئه وبدها وقت. طبعا الاجابه على هذا الموضوع عمر اكيد انتم اشبعتموها، يعني الله يبارك فيك يا سيدي، اشبعتموها جميعا دردشه وكلام. لكن انا يعني منطقيا هالشكل، هل يعقل واحد يدخل مشروع بدون راس مال؟ يعني دائما احنا نقول حق الشركاء هذا الكلام، انت داخل في مشروع ذكي وانت تعرف ان هذا المشروع بدون راس مال، يعني زيرو راس مال، يعني الريسك والمخاطره صفر. طيب ليش صفر؟ يقولك لأن ما دفعت راس مال. طيب هل يعقل تدخل في مشروع يعتمد على التسويق والمبيعات وبدون أي راس مال وتبي تحقق من الشهر الأول $1,000؟ يعني بالمنطق يعني بالمنطق الشكل، يعني مثال، يعني بعيد عندي أكسل، واحد الآن راح سوق الجملة التقليدي اللي يبيع خضراء أو يبيع إيش ما كان منتج، سوق جملة، وراح اشترى الصبح بدري الفجر وقت الجملة، اشترى $100 منتجات، وراح وقف في نهاية الشارع بعد ساعتين ثلاث ساعات يبيع فيهم على طاولة كذا ويبيع مثلا، كم تتوقع راح يدخل؟ يعني هو اشترى $100 راح يدخل مربح كم؟ المنطق يقول راح يدخل مربح إذا باع البضاعة كلها في اليوم هذا أو خلال يومين مثلا، خلينا نقول في يوم واحد باع البضاعة، كم راح يدخل يا جماعة بالمنطق الشكل؟ يعني إذا كان ربحه 100% بده يدخل $100 فوق. لا مستحيل استاذ علي، يعني انت بالمنطق لما تشتري بضاعه 50% 30% هيك شيء استاذ، المنطق يقول انه يحصل ربح 20% 25% حسب البضاعه، لكن لو افترضنا الثلث يلا يا سيدي هاي 30%، فانت اشتريت بضاعه ب $100 وبعتها وربحت فيها، رجعت راس مالك 100 وربحت لك $30 هذا اليوم الواحد. طيب كم يوم راح يوقف بالشهر؟ هو مشكله بعض الشركاء معانا في دي اكسن، لانه هو للأسف يعني مش كلهم بس كثير منهم، هو ما يشتغل بزنس، هو ما يشتغل مبيعات من قبل، هو ما يشتغل بالتسويق أو ما يشتغل في مبيعات تحديدا، هو مثلا قد يكون طالب أو قد يكون موظف أو قد يكون إيش ما كان، نهاية الشهر يأخذ مرتب وانتهى، هو ما عاش فكرة أن أنا أشتري بضاعة وأبيعها وأشتري جملة وأبيع مفرق وأربح نهاية اليوم كذا، يوم أربح ويوم ما أربح، ونهاية الشهر كم راح يكون مجموع أرباحي وكم الكوست وكم سويت دعاية وإعلان وكم 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 صرفت عشان أحقق الربح الصافي في آخر الشهر. ولو كان عنده هذه العقلية ودخل معنا في ديكسن مستحيل يقول أنا ليش أربح قليل في البداية. نقول يا سيدي أنت ما حطيت رأس مال، أنت مجرد بضاعة موجودة بالشركة قاعد تمدحها وتثني عليها وتعطي عضويتك، أو إذا أنت يعني تشتري وتبيع هذا الشطار معنا اللي يشتري ويبيع ويحقق فريق من بعدها. فطبيعي أنه لأنك بديت بدون رأس مال أكيد الربح راح يكون بسيط الشهر الأول، قد يكون $3-4. إذا أنت شغال صح بالطرق اللي قاعد نقولها ويقولها كل الخبراء في هذا الصناعة وتمشي بخطوات صحيحة وسليمة وعندك شركاء وقاعد تعرض المشروع دائما كل يوم وقاعد تستقطب وقاعد تستهلك وقاعد تسوق وقاعد تبيع، طبيعي أن الشهر الثاني من $5 الشهر الأول الشهر الثاني بيكونون $20-30. شفت هذه القفزات اللي هي بدون رأس مال، هي هذه سر النجاح في هذا المشروع، انك انت تقول والله طيب انا شنو يعني $30 الشهر الثاني بسيطه، نقول يا سيدي ضاعف الشهر اللي بعده وخليهم 100 اذا انت شاطر. طيب ايش يعني 100؟ انا عندي مرتب 700 800 $1,000 ايش يعني 100؟ يا سيدي اصبر الشهر الرابع ان شاء الله 200 الشهر. طيب شوف حتى لو كان نموك بطيء في هذا المشروع الذكي اللي هو بدون راس مال وزيرو ريسك وزيرو مخاطره وانت مستمتع بالمنتج مستمتع بالفكره، المفترض طبعا تكون حبيت المنتج والفكره، نقول اعمل بذكاء واعمل باتقان واصبر على النتائج. دائما الخبراء يقولون في هذه الصناعه لا تلتفت للنتائج الا من بعد سنه، بس بشرط انت تعمل بطريقه كما يقولها الخبراء وبخطه واضحه وبعمل متقن وباستعانه قبل هذا كله بالله عز وجل وبحسن ظن بالله عز وجل وبعمل صحيح وبنوايا طيبة أنا وبيتقان طبعا بالنمو الطبيعي الإنسان يتعلم الصح والخطأ وغيره. أنا أقول لك إذا اشتغلت طريقة صحيحة سنة كاملة ثق تماما المحيط اللي أنت في أي دولة كنت، كم مرتب الناس المتوسط
معدل متوسط انت لابد المفترض تكون وصلته ثلاث سنة. طيب بعض الناس يقول لك انا يا اخي ما وصلت ثلاث سنة وان كنت اتقنت وكذا، نقول له يعني وصلت كم بالمية؟ طيب وصل 70-80% من المتوسط الدخل الموجود عنده، نقول اجتهد اكثر اذا تاخرت وان شاء الله بتجيب اكثر خلال سنه ونص. لكن وين السر في هذه الصناعه؟ وين السر اللي هو هذا النمو؟ يعني بدون راس مال وبدون ما توظف احد وبدون ما تسوي شركه وبدون ما تجيب منتج بدون ما تدخل في مخاطر كثيره وامور تتطلب منك معلومات ومهارات وعمل كبير، انت عندك منتج جاهز، خطه تسويقيه جاهزه، مجرد انك تسوي عضويه مجانيه، تحب المنتج، تتعلم الفكره مضبوط وتعمل. النتائج قلنا هذا الكلام في البدايه، $5 $20 تستهين فيها، لا تستهين. بعدين صاروا $50 شهري، بعدين صاروا 100، طيب بعدين 150 مثلا، بعدين 250. هذا النمو هو سر النجاح في هذا الصناعه، بمعنى انت المفترض السنه الاولى ما يقل دخلك، المفترض ما يقل دخلك عن شما بالغ من $500 الى 1000 مفترض يعني. طيب وبعدين سنة ثانية مفروض تضاعف، سنة ثالثة تضاعف. هنا سر النجاح، انت لما تعمل بإتقان وتصبر السنة الأولى وتعمل بإتقان أكثر وخبرات أكثر السنة الثانية، هنا انت دخلت في النجاحات الكبيرة اللي هي ما راح تحققها مع احترامي في العمل الثابت، الدخل الثابت، بيع الوقت والجهد مقابل المال، الوظائف، مستحيل تحقق الشكل. لكن في عالم المبيعات، في عالم التسويق، في صناعتنا الذكية لتكوين فريق، لا ممكن. ليش؟ لأن الفريق يعتمد على المضاعفة، لكن المضاعفة لن تأتي وأنت نائم، لن تأتي بالاستعجال، لن تأتي مع همة ضعيفة، لن يكون عندك مضاعفة. سر نجاح هذه الصناعة أن يكون عندك مضاعفة، مضاعفة الوقت، مضاعفة الجهد، مضاعفة النتائج. كيف تكون هذه المضاعفة؟ كيف تضاعفها عندك سنة بعد سنة؟ لما يكون عندك فريق قوي، فريق حقيقي. طيب كيف يكون عندي فريق حقيقي وقوي؟ لما تكون أنت قائد حقيقي وقوي. هو السر أنت. أنت لما تكون قائد حقيقي وقوي وعندك رؤية بعيدة واستراتيجيات صحيحة وعمل متقن وصبر وعمل بذكاء، أنت كقائد ستوجد بإذن الله الفريق. الفريق هذا أنت دورك أنك تكون قائد حقيقي بس، ترعى، توفر بيئة إيجابية وتصبر. عندها راح تشوف سنة بعد سنة النتائج راح تبدأ تدخل في مضاعفات كبيرة ما كنت تتخيلها من قبل. يا جماعة أنا أكلمكم الآن وإحنا نعيش الفكرة الحين، أنا عن نفسي تجربتي 8 سنوات الآن، أنا جلست مع ناس بدأوا بعدي مش قبلي، وتعرفون أسماءهم. طيب تعرفون أسماءهم زين في دي أكسن، ما راح أقول مين بالضبط، لكن ناس بدأوا بعدي مش قبلي، تمام. لكن سبحان الله في ظروف معينة، أسأل الله يبارك لهم ويزيدهم ويزيد الجميع إن شاء الله، يبارك للجميع ويكون النجاح بإذن الله العظيم والكبير في 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 نصيب الجميع من يسمع الآن ويرى. صاحبنا هذا بدأ بعدي، اليوم ما شاء الله في أعلى الرتب، ما راح أذكر أي رتبة لكن راح تعرفونه، في أعلى الرتب في دي اكس ام، دخله يتجاوز يقينا، أنا قاعد أتكلم كلام الآن يقينا أنا عن معرفة ودراية، يتجاوز $30,000 شهري. $30,000 طبعا انا اتوقع انه فوق 30,000، بس انا اعطيكم الرقم الحد الادنى، يعني الحد الادنى يعني هو اتوقعه فوق 35، بس قاعد اقول لكم 30 من باب التاكيد يعني اليقين. هذا بدا بعدي، انا عمري 8 سنوات الحين في دي اكسن، هو يمكن عمره الان 6 سنوات تقريبا 6 تزيد او تقل عشان ما تعرفونه. وصل في اعلى الرتب، دخله فوق $30,000، ما شاء الله تبارك الرحمن، مصدر الهام وعطاء وكل الفرق تحبه وكل الناس تحبه، وهو رجل محبوب وإيجابية عنده ما شاء الله، فل عطاءه، فل همته، فل عطاءاته، فل ينفع الجميع، محب للجميع، الجميع يحبه ويذكره بالخير. هذا النجاح هو اللي مفترض يكون رؤية كل أحد فينا. لا تستعجل، اعمل بإتقان، حط أهداف كبيرة، حط نوايا عظيمة، نوايا سامية بينك وبين رب العالمين، ونوايا بينك وبين الناس، لنفسك، لأسرتك، لعائلتك، لأصدقائك، لمجتمعك، أنك تبي تنفع الجميع. ثم حتى في فريقك وخارج فريقك، كيف تنفع الناس في خارج فريقك، كيف تكون سبب إلهام للناس، كيف تكون أنت يعني تعين الناس اللي داخل الشركة وبرا الشركة، وتكون أنت عندك الرؤية هذه، كيف أقدم الفرصة هذه
اللي تشمل الجانب الصحي، الجانب المالي، الجانب الاجتماعي، المهارات، التطوير، مش فقط لفريقي، لفريق الغير فريقي. أنا مؤمن بالمشروع هذا، مؤمن أن فيه خير وتغيير للبشرية كلها، سواء كنت أنت فريقي ولا غير فريقي. إذا وصلت إلى هذه الدرجة من الوعي وامتلكت المهارات والأدوات وحطيت الخطط واستعنت بالله عز وجل وما عجزت، وبشرك بالنجاحات الكبيرة. أنا ما أتكلم عن دخل إضافي الألف والألفين دولار وثلاثة آلاف دولار، لا، أنا أتكلم عن 10,000 دولار فما فوق، و15,000 دولار فما فوق، و20,000 دولار فما فوق. المفترض يكون هذه رؤية الجميع، ونسعى بكل إتقان وبنوايا طيبة أن نكون يد عليا، أن نكون نافعين لأنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا وعوائلنا، أن نكون مصدر إلهام للآخرين، أن نكون يعني عون للناس كلها. كل واحد محتاج مثل هذه الفرص الذكية في مشروعنا، احنا نقدمها له بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كانت هذا وعينا وهذه نوايانا وصدقنا في عملنا، وبشرك أنك راح تكون قائد حقيقي. وإذا كنت قائد حقيقي وتعمل بإتقان وبذكاء، الفريق راح يتكون عندك طبيعي جدا. ولكن بالنصائح اللي أنا أقولها وغيري يقولها، كيف تبني فريق حقيقي وصحيح، هذه مسألة مهمة جدا. يعني لا يطغى عندك الجانب العاطفي، وأنك نعم تحب الخير للكل وكذا كذا، بس أنك ما تتقن عملك وتأسس فريق مضبوط. لابد أنك تمشي بالخطوات الصحيحة والسليمة، مع كونك قائد ذو همة كبيرة وذو رؤية بعيدة وذو خطط استراتيجية وواقعية آنية يعني ومستقبلية. إذا جمعت بين هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى، هذه وصفة أو هذه معادلة النجاحات الكبرى. مش فقط أنك كونك دخل 500 ولا 1000 دولار شهري ولا 2000 أو 3000، لا، أنا أتكلم عن حاجز 10,000 دولار أما فوق. وكنت أقول لكم قبل شوي، هذا صاحبنا في 6 سنوات تقريبا أكثر أو أقل وصل ما شاء الله لأعلى الرتب في دياكسن وأكبر النجاحات. طيب هل هذا حصل مع غيره؟ إيه طبعا حصل مع غيره، حصل مع ناس حتى من الأخوات، وأنتم تعرفون قصص الأخوات اللي في السعودية وغير السعودية، اللي وصلوا خلال 2 و3 سنوات و4 سنوات و5 سنوات إلى أعلى الرتب وأعلى البونصات. طيب البعض يتساءل يقول طيب ليش يا أخي هم ظلوا وصلوا وأنا ما وصلت؟ سبحان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأنت هل أنت أحسنت؟ هل أنت أخذت بكل المطلوب منك؟ هل أنت يعني متعلم باستمرار؟ هل أنت تعمل بإتقان وبعمل دؤوب وذكي وجاد وبخطط واضحة واستعنت بالله عز وجل ونواياك طيبة وتعمل ضمن نفسك وأبلاينك وفريقك بإتقان وتصحح باستمرار؟ إذا قلت لي بهذا كله نعم، أقول لك يعني مفترض أنك تكون وصلت، إلا أن يشاء الله عز وجل. لذلك دائما نتفائل ويكون أملنا بالله عز وجل كبير، ورؤانا كبيرة، أهدافنا كبيرة، أحلامنا كبيرة، لكن عشان نصدق مع أحلامنا ومع أهدافنا يجب أن نضع الخطط العملية، يجب أن نضع الخطط الواقعية ونعمل بإتقان يوميا، أسبوعيا، شهريا. حاسب نفسك، كنو أنا حطيت خطة وبدأت فيها اليوم، عجي أقيم مدى التزامي بالعمل اللي أنا ألزمت نفسي فيه، مش النتائج، العمل نفسه كم بلغت منها. إذا 100% برافو، كافئ نفسك. 70-80% ممتاز، كافئ نفسك. حتى 50% ممتاز. احتروا مشكلتنا شنو؟ احنا مشكلتنا ما نحط خطط أصلا. يعني يمر عليك اليوم والأسبوع والشهر، للأسف ما نحط حتى خطة. معناها ترى مو غلط يعني تحط خطة، نعم يكون عندنا مرونة وما نقدس الخطة وما نحط خطط ونبالغ فيها، هذا كان كله صحيح. لكن على الأقل حط خطة، حط خطة سنوية، قسمها على 3 مراحل بالسنة، كل 4 شهور مثلا أو كل 3 شهور أفضل، يسمونها خطة 12 أسبوع أو العام 12 أسبوع اللي هو 3 شهور. فحاول تقسم السنة على 4 مراحل، 4 أقسام، كل قسم 3 شهور. إذا حطيت 3 شهور هذه، حط خطط واضحة، لا تكبر الأهداف، هدف هدفين، وحط أسابيع 12 أسبوع هذه كيف تبلغ هذول الهدفين. أول تخيل أول 3 شهور من الآن، لا تنتظر بداية السنة، الآن حط 3 شهور وابدأ. 3 شهور فترة كافية أنك تقيس فيها نفسك مدى التزامك، مدى عملك، كم أنتجت، كم وصلت بالمية التزام. وبالأخير كافئ نفسك، حتى لو وصلت 30% خير وبركة، حتى 20% خير وبركة. طيب 3 شهور وراها المفترض أن التزامك تكون أكبر، فإذا كافئ وشجع نفسك وكافئ نفسك أكثر. طيب 3 شهور وراها لاحظ، شوف السنة صارت عندك 4 أقسام، فإذا أخفقت في القسم الأول ما راح من السنة كثير، راح بس الربع.
عندك ربع ثاني، عندك ربع رابع. لذلك تقسيم السنة على أربعة أرباع مهم جدا. هذا طبعا هذا الأمر يصير على نظام شركات وكذلك على الأفراد. وأنت اليوم كقائد يجب أن نضع الخطط ونكون أذكياء في وضع الخطة. ووضع الخطة حتى لو حققت منها 10% خير وبركة. ليش؟ لأنه ممكن الربع الثاني تحقق 15%، طيب الربع الثالث تحقق 25%. يا سلام. الربع بعدين أنت النجاح عندك في أنك أنت مستمر تخطط وتلتزم وتنجز. تخطط تلتزم يصير التزامك أحسن، يصير إنجازاتك أكبر، بعدين يصير خططك أفضل، تخطيطك يصير أفضل، بعدين التزامك راح يكون أفضل. هذا هو المقصود ترى. يعني القائد الحقيقي اللي عنده رؤية واضحة وعنده خطط، هو ما بدأ بين يوم وليلة وصار ما شاء الله عنده خطط وعنده إنجازات بين يوم وليلة. لا لا لا، القيادة تكتسب، القيادة تكتسب وهي سلوك وهي عقلية. هذه العقلية والذهنية هذه كيف تغيرها؟ بالأعمال. لذلك حط خطة والتزم ولو حتى 10% عشان الربع اللي وراء تحقق أكثر، الربع اللي وراء أكثر. ها شوف قيادتك قاعد تكبر، وبعدين المهارات الثانية للقيادة راح تتطور مع التزامك بالخطط ووضعها وإنجازاتك وما تراه من أهداف وتحقيقها. راح يصير عندك رغبة وشغف ودافع وطموح أنك تزيد تكتسب أكثر في المهارات اللي انت تحتاجها حتى تكون قائد حقيقي وقائد يعني قوي وفعال. عندها راح تشوف بإذن الله الفريق، وإذا صار عندك الفريق القوي أبشر بالإنجازات الكبيرة لك ولشركائك. سامحوني على الإطالة، سعدت بلقائكم جميعا، وإن شاء الله يوم الأحد اللي قريبين إن شاء الله من أو في اسطنبول وما جاورها وبيشاركونا، إن شاء الله نشوفكم يوم الأحد في اللقاء وفي الحفل، واللي ما نشوفهم إن شاء الله نشوفهم في اللقاء هذا فيما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك وبتشكرك استاذنا استاذ احمد العتيبي حبيبنا وابلاينا الغالي. ان شاء الله تعالى نلقاك الاحد القادم باذن الله سبحانه وتعالى. الله يجزيك الخير على الكلمات والنصائح، ومنكم نستفيد يا سيدي. الله يبارك فيك. العفو، نكمل بعض يا استاذ نادر، وهنيئا لكم يا فريق صحه ومال بالاستاذ نادر حقيقه، مؤسس هذا الفريق حقيقه. ما اقولها مجامله ولا اقولها يعني في وجهه وكذا، هو يعرف يعني رأيي وكلكم تعرفون. شريكنا الغالي أبو عمران ما شاء الله من الشباب اللي أبدعوا في 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 فريقنا بشكل عام كله، وهو من الناس المميزين اللي ما شاء الله له بصمة الكبيرة مش فقط في فريق صح ومال. نقول هذا الكلام بكل تجرد واقعية، وما شاء الله بصمته اليوم في تركيا وخارج تركيا. وهكذا القائد، هكذا القائد، وأنتم كلكم قادة. وانا اعرف ما شاء الله متابع التيك توك ومتابع اليوتيوب ما شاء الله ابداعات القاده في فريق صح ومال، خاصه ما شاء الله كل واحد له بصمتك، واحد له نكهه مميزه الشكل. وهذه سبحان الله ميزه القاده، انك انت كائن متفرد من رب العالمين. نعم تستفيد من قائدك ومن كل القاده الموجوده في شركه دي اكسن وغير دي اكسن ومن الناس بشكل عام تستفيد، لكن بالاخير الله جل عطاك سبحان الله بصمه مميزه ما تتشابه مع اي احد في الدنيا، بصمة اليد والعين وغيرها. وكذلك أنت كشخصية وكعطاء وكقصة، أنت بطل قصتك. لذلك كن أنت بطل القصة بالفعل، أنت أبدع، أنت كن صاحب فريقك، أنت أسس الفريق، وأنت اليوم مثل من قبلك، مثل أستاذ نادر ومثل فلان ومثل فلان اللي أبدعوا ما شاء الله في أكسن. أنت تستطيع وتقدر تكون صاحب بصمة وعطاء كبير. لذلك وهذه سبحان الله واحدة من مناقب هذه الصناعة النتورك ماركتينج ودي اكسن تحديدا. اليوم شوفوا القاده، ما في شيء اسمه فلان قائد وناس مو قاده، لا لا لا، ولا حتى نفس الفريق، كلنا نقدر نكون قاده وكلنا نقدر نعطي وكلنا يكون لنا بصمه كبيره في انفسنا وفي فرقنا في اسرنا في دي اكسن وفي خارج دي اكسن. لذلك هذه البيئه الايجابيه اللي احنا نعيشها اليوم بامكانك انك تكون صاحب بصمه كبيره فيها في فريقك وخارج فريقك، وتكون باذن الله لك اثر كبير وايجابي. فتحياتنا لكم يا شركاء النجاح جميعا، وأرد وأقول أغبطكم وهنيكم على مؤسس الفريق أستاذ نادر والمميزين حقيقة من القادة والقائدات اللي أنا متابع أدائهم ما شاء الله وعملهم. أنتم مشاريع بإذن الله فرق جديدة ولدت في صحة ومال وفي سماء دي أكسن، وبإذن الله راح تكون فرقكم أنتم كذلك ذات تأثير إيجابي مش فقط داخليا في نفس فريقك، لا في فريقك وفي فريقك بشكل عام كبير في الكروس لاين في تركيا في خارج تركيا. هذا هو القائد الحقيقي، القائد الحقيقي اللي يكون عطاء مثل سبحان الله عطاء الشمس والقمر.
ما يحجب عن الناس، أعطي الجميع يعطيك الله عز وجل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كل ما تحسن لخلق الله عز وجل يحسن الله عز وجل لك، فما بالك إذا أنت أحسنت في نفع الناس صحيا ماليا اجتماعيا معرفيا، يعني ساعدت بهذا المشروع بتكامله، لا شك إذا أنت محتسب، إذا أنت محتسب في النية أبشر بالثراء الشامل، مش فقط والله دولارات، لا في أعظم من الدولارات، في سعادة وفي انشراح الصدور، في العلم، في الفقه، في الحلم، فيه الحكمة يرزقك الله عز وجل إياها بسبب نيتك الطيبة في نفع الناس، مش فقط فريقك، فريقك وخارج فريقك. الله يجزيكم الخير أستاذنا ويبارك فيك، وهيك يعلي قدرك، ونراكم إن شاء الله تعالى يا شريكنا الكبير، نراك سفيرا إن شاء الله تعالى جميعا، معك من السفراء بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. الله يجزيكم الخير. بدي أتشكرك أستاذ أحمد، بدي أتشكر كل الحضور شركائنا، نسأل الله أن نراكم جميعا سفراء. لا تنسوا إن شاء الله غدا مساء عنا الندوة التعريفية يلي وعدناكم فيها، استقطبوا عليها قدر أو خليني أقول أنا بي 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 بشراها، تمام، لأنه خلينا نغرف إن شاء الله تعالى من هذا الخير الكبير. رح تكون ندوة إن شاء الله تعالى احترافية، وبدي أذكركم إنه يوم الأحد حنكون إن شاء الله تعالى إحنا وياكم الأستاذ أحمد بالتكريم. حياكم الله جميعا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونراكم في أعلى قمم النجاح. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يعني يخلص اللقاء وبعدها بيدخلوا، سبحان الله، الحمد لله رب العالمين على كل حال.